صباح على حضراتكم، صباح الهنا يلي معانا وبدايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، وعندنا كلام كتير جدا سواء خاص طبعا بالنادي الاهلي زي ما احنا متعودين، والماتشات المهمه القادمه باذن الله. وهنتكلم عن الماتش طبعا الاهلي والاسماعيلي والعوده مره ثانيه للدوري المحلي، ولسه عندنا كلام طبعا كتير جدا برضه فيما يختص بالبطولات المختلفه بالنادي الاهلي تحديدا. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، واهلا بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. هو من ناحيه عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم، فاحنا عندنا كلام كتير الحقيقه، وعندنا برضو مجموعه من المستجدات عايزين نعرفها لكم. احنا دايما بنهتم ان احنا نتابع مع حضراتكم كل المستجدات اولا باول، وبطبيعه الحال هنفصص كده معاكم مشوار النادي الاهلي الطويل نسبيا اللي هيبتدي خلاص، او اللي ابتدى بالفعل بس احنا لسه قدامنا فيه اشواط واشواط. بالمناسبه كل الكلام ده هيكون غير الفقرتين الحواريتين، كالعاده الساعه الثانيه بيكون عندنا اكتر من فقره حواريه، الفقره الاولى هيكون فيها حديث مطول عن الالعاب الرياضيه الاخرى مع الناقده الرياضيه فاطمه التبعي، لكن الفقره الحواريه الثانيه هتكون كرويه بنسبه 100%، هنتكلم فيها بقى بكل التفاصيل عن تحديات النادي الاهلي محليا وقاريا مع كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. ابدا معاك يا كريم، بس خليني بس قبل ما نتكلم طبعا على الملف المهم دلوقتي وماتش النهارده طبعا الاهلي والاسماعيلي، انا عايزه ابدا الكلام انا وكريم شويه بقرعه طبعا دوري ابطال افريقيا اللي اقيمت كانت اول امبارح، وهحاول برضو اتكلم او هعقب سريعا على هذه القرعه للناس كتير. انت عارف بعد تم الاعلان عنها بيكونوا كل واحد بيخش يقول رايه، طبعا الاستوديوهات التحليليه المختلفه كمان بتتكلم عن يعني المتوقع كمان من هذه القرعه او جراء هذه القرعه. خلينا ابدا كده كلامنا، كلنا عارفين طبعا احنا هنلعب في منافسات يعني المجموعه الرابعه اللي بتضم انديه وانديه يعني البعض وصفها ان هي انديه ذات المستوى العادي، وقال لك لا ما فيش حاجه اسمها كده، عندك انديه زي يانج افريكانز طبعا من تنزانيا وميدياما من غانا وشباب لوزداد من الجزائر اللي هتبدا بمواجهه ميدياما ده في القاهره هتكون يوم 24 او 25 نوفمبر، بعد كده هتلعب في تنزانيا مع يانج افريكانز في 1 او 2 ديسمبر لسه لم يتم يعني تحديدها بعد، وبعد كده في الجوله الثالثه هتلعب في القاهره مع شباب لوزداد هيكون برده يوم 8 او 9 ديسمبر لم يتم التحديد بعد، وبعد كده كمان كلام ان ممكن تتاجل طبعا المباراه بحسب مشاركه الاهلي في نهائيات كاس العالم للانديه في السعوديه. فده سو فار او دي سو فار القرعه، لسه في كلام كتير طبعا خاص بها، بس خلينا كده برضو يعني انت تابعت اكيد امبارح ردود الافعال طبعا كان في ناس مختلفه، بس خلينا نكمل معاك برضو الجولات لان لسه في كلام كتير طبعا عن الجولات، وهقول لحضراتكم اكيد انا وكريم هنطلعكم برضو على الاراء المختلفه منها. انا بميل يعني استكمالا للنقطه اللي انت كنت بتتكلمي فيها من شويه، فكره ان دي فرق من المستوى المتوسط ولا فرق قويه ولا فرق، هو بصي هي تمشي كده وتمشي كده، يعني لو بصيتي لكل فرقه منهم على حده هتلاقي ان هي بالمقارنه بالنادي الاهلي يعني هنقول اقل نسبيا من امكانيات وقدرات النادي الاهلي، لكن في المقابل انت حضراتكم عارفين اي فريق في الدنيا بيوصل لهذه المرحله من دوري ابطال افريقيا او من كاس الامم الافريقيه او من اي بطوله قاريه، يبقى احنا بنتكلم على فريق قدر بالفعل انه يوصل للمرحله دي من بطوله كبيره بالشكل ده، معناه ان هو برضه فريق لازم يتعمل حسابه. وللامانه يعني كده كده النادي الاهلي بطبيعه الحال بيبقى دايما عامل حساب المنافس ايا كان اسمه ايا كان حجمه ايا كان تاريخه. استكمالا بقى لكلام نهاوند بعد اللي هي قالته، كمان في الجوله الرابعه هنواجه شباب لوزداد في الجزائر في نهايه ديسمبر، بعدها في 23 او 24 فبراير يعني بعد كاس الامم الافريقيه هنلعب الجوله الخامسه مع ميدياما في غانا، واخيرا يا إما يوم 1 يا إما يوم 2 مارس هنلعب الجولة السادسة والأخيرة في القاهرة مع يانج أفريكانز التنزاني. نقدر نقول إن الترتيب مناسب إلى حد كبير، فكرة إن أنت تبتدي وتنهي في القاهرة مبارياتك طبعا دي حاجة يعني لطيفة جدا، محتاجين أكيد إن احنا نحسم التأهل كأول مجموعة ومن أولها، ما نستناش لغاية آخر لحظة، ما نعتمدش على الظروف عشان طبعا نلعب مباراة العودة في الدور ربع النهائي على ملعبنا، برغم ان للامانه احنا كل النسخ الاخيره لعبنا فيها مباراه دور الثمانيه خارج ملعبنا والحمد لله رب العالمين نجحنا في ان احنا نتاهل للدور نصف النهائي، لكن نرجع ونقول فكره انك تلعب على الصداره من البدايه ده امر في منتهى الاهميه وايجابي جدا ومطلوب جدا، حتى عشان ده يتماشى مع اسم النادي الاهلي المعروف جدا افريقيا، وده اللي احنا مستنيينه من السكواد بتاعنا. بص يا كريم، كمان لو هنتكلم تحديدا عن المجموعه بتاعتنا او المجموعه اللي احنا وقعنا فيها، اكيد هي برضو
مش هنطلق عليها المجموعه الاصعب، لكن برضو مش المجموعه السهله، هي مجموعه متوازنه. ففكره ان حد يطلق عليها، لان امبارح من ردود الافعال بقى اللي عايزه انقلها لحضراتكم، البعض اطلق عليها مجموعه سهله بشكل كبير جدا. لا، مفيش حاجه اسمها مجموعه سهله تماما، مفيش حاجه اسمها اصلا سهله في دوري ابطال افريقيا لحضراتكم تتفقوا معايا. كل الانديه دلوقتي زي ما احنا عارفين عندها طموحات كمان في الوصول لادوار متقدمه، وهقول لحضراتكم كمان خلينا نروح لتفاصيل شويه ووضعيه الثلاث انديه اللي معانا في المجموعه. انا هبدا بنادي ميدياما وهو طبعا بطل الدوري الغاني، فانت بتتكلم برضو عن يعني فريق اكيد فريق تقيل. هو صحيح خلينا نقول حديث العهد بالمشاركات طبعا القاريه، لكن بتبقى برضو انديه غانا دايما يعني بتحمل المفاجات في البطولات الافريقيه، خصوصا انت بتتكلم كمان من اول مشاركه ليها. وفاكرين عام لو هنرجع شويه ل 2012 لما كان معانا وقتها تشيلسي الغاني اللي كان ند قوي جدا، وازاي كان في اول مشاركه ليه برضو وغيره كتير وكتير جدا. واكيد برضو هيكون عندهم من الطموح، وده مشروع جدا، ان هو يعمل أكيد نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي. حتى لو مش هيعمل سكور اعلى او مش هيبقى فيه فوز، لازم هيكون فيه تنافسيه على الاقل على الارض. فعشان كده احنا مش ممكن نتوقع او نستقل ان هيكون فيه فوارق فنيه كبيره جدا، او هنلاعب مثلا نادي داخل عارف ان هو مش هيفوز او متوقع الخساره، الكلام ده تماما اكيد مش هيكون موجود. تاني نادي بعد كده عندنا يانج افريكانز التنزاني، هو واحد من برضو الانديه اللي ظهرت بشكل كان مميز جدا في النسخ الاخيره، يعني سواء بتتكلم دوري ابطال افريقيا وكمان والبطوله الكونفدراليه. يانج افريكانز كمان هو وصيف البطوله الكونفدراليه النسخه الاخيره، وخسر كان قدام اتحاد العاصمه الجزائري، كان بصعوبه جدا، كان ماتش قوي جدا وقتها، رغم ان هو كسب في الجزائر كان بهدف، لكن خسر في تنزانيا كان 2-1، وده اللي كان غريب برضو وقتها. عنده برضو طموح كبير جدا، ومتوقعين ان هو هينافس يعني استقتال في الملعب، ان هو اكيد عنده امل ان هو يتاهل للدور ربع النهائي. فمجموعه وان كانت تاني في نظر البعض مجموعه سهله، لكن خليني اقول لحضراتكم لا، هي مجموعه متوازنه، ولكل نادي منهم او لكل منافس منهم دافع اكبر من التاني، فانا اتوقع هيكون في متعه كرويه، لكن اكيد في النهايه بنتمنى الفوز اكيد للنادي الاهلي، وده باذن الله واثقين فيه يعني ان شاء الله. وعلى فكره نفس اللي انت قلتيه بحذافير، وينطبق كمان على ثالث الانديه وهو شباب بلوزداد الجزائري، هو حامل لقب بطوله الدوري الجزائري اخر نسختين. احنا بنتكلم عن نادي كسب الدوري مرتين ورا بعض في بلاده في اخر موسمين في ظل وجود اتحاد العاصمه، وده فريق مش سهل، شبيبه القبائل، وده يعني فريق مش سهل، وكمان مولديه الجزائر، وبطبيعه الحال ده فريق مش مجرد مش سهل، اللي مش سهل وليه تاريخ طويل وعريض. يعني اكيد اللقاء معاه مش هيكون بالسهوله اللي البعض ممكن يتخيلها. وبالمناسبه النسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا شفناه كسب نادي الزمالك ذهابا وايابا، ووصل للدور ربع النهائي، وعنده مجموعه من اللاعبين المتميزين جدا الحقيقه. يعني المواجهه معاه في الجزائر او في القاهره مش هتكون سهله باي حال من الاحوال. عموما خلونا ناخد البطوله دي خطوه خطوه، يعني نفكر في التاهل الاول كاول المجموعه، وبعد كده نفكر في اللي بعد كده ان شاء الله. واعتقد ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في النادي الاهلي عندهم من الخبره الكبيره ما يكفي لحسن التعامل مع كل المواقف افريقيا سواء داخل او خارج ملعبنا. كلام جميل برضو، ان نطلع حضراتكم عن تفاصيل اخرى. يعني بمناسبه هنا بتتكلم عن البطولات القاريه، مجلس اداره النادي طبعا كابتن محمود الخطيب قرروا ان يكلفوا استاذ طارق انديل عضو المجلس برئاسه هنا بعثه الفريق لتنزانيا لخوض بقى اولى مواجهاته في الدوري الافريقي مع سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر في دار السلام، على ان كمان هتقام مباراه العوده زي ما احنا عارفين يوم 24 اكتوبر هتكون في القاهره. وأستاذ طارق حاليا بيقوم أكيد بالإطمئنان بقى على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة، بالتنسيق الكامل كمان مع كابتن خالد بيبو، كل ما يعني تلزم أو يلزم البعثة من ترتيبات وأمور مختلفة طبعا، وفي الأول وفي الآخر لتوفير كل سبل الراحة للاعبين وأكيد للجهاز الفني. بنتمنى ليهم كل التوفيق، وإن شاء الله كده كده إحنا أكيد بنعرض لحضراتكم كل ما يدور لحظة بلحظة من كواليس أكيد على قناة النادي الأهلي على مدار اليوم كلهم في البرامج المختلفة. نوصل بقى مع حضراتكم دلوقتي لماتش النهاردة الأهلي والإسماعيلي، وأي ماتش بيجمع بين الأهلي والإسماعيلي أيا كانت البطولة فإحنا بنتكلم على أنه لقاء يعني يتقال عليه لقاء قمة، ماتش بيكون قوي في كل حال يعني من الأحوال. طبعا يعني الماتش ده
مش هيختلف عن اي لقاء سابق جمع ما بين الفرقتين. الحقيقه الاسماعيلي ماشي بشكل معقول حتى هذه اللحظه، دايما المواجهات اللي بتكون ما بين الفرق الجماهيريه بيبقى لها طعم خاص وخصوصيه شديده. الاسماعيلي لغايه دلوقتي لعب ماتشين، فاز في ماتش وخسر في ماتش، بس طبعا عنده طموح كبير جدا الموسم ده مع كابتن ايهاب جلال. النادي الاهلي بقى في المقابل طبعا عايز يواصل سلسله الانتصارات بعد المصري في الدوري وبعد سان جورج رايح جاي وبعد نصف نهائي كاس مصر امام امبي، وكلها ماتشات يعني ساعدنا بمتابعتها وساعدنا بنتيجتها ما بين ثلاثيات ورباعيات. الاسماعيلي والاهلي اتقابلوا لغايه النهارده 123 مره، بيتفوق النادي الاهلي في تاريخ لقاءات الفريقين لانه فاز في 65 مباراه، اتعادلوا في 36 مباراه، فيما حقق الاسماعيلي الفوز في 22 مباراه. بص خلينا برضو نقول حاجة يا كريم صراحة، يعني أكيد أكيد وده يمكن يحزننا أو يحزن البعض من محبي الأندية الجماهيرية، وأعتقد ما فيش حد من محبي كرة القدم مش هيكون بيحب الأندية الجماهيرية أصلا. ليه الأندية الجماهيرية تحديدا؟ أن أنت بتتكلم عن هي دي أو الأصل في كرة القدم أصلا. أنا بعمل كرة قدم ليه؟ علشان الجماهير في الأول وفي الآخر. فطبعا أندية الشركات اللي بقت مؤخرا يعني أو فرضت نفسها برضو بالأداء، ما هو ما فيش حد بيفرض نفسه كده، لازم يبقى في فرض نفس بس بيكون عن استحقاقه. بصراحه ده اللي حصل. انا مش عايزه اذكر نادي معين يعني من انديه الشركات اللي صعدت مؤخرا طبعا للدوري الممتاز، لكن هو قدروا استطاعوا فنيا ان هم تقول فنيا بقى بامكانياتهم ان هم يوصلوا وينافسوا في الدوري الممتاز. طبعا شفنا كلنا برضو المباراه الكبيره اللي كانت بين زد والاسماعيلي واللي كان نتيجتها كريم غير متوقعه تماما. صحيح. لما تيجي تتكلم عن نادي بحجم النادي الاسماعيلي ونادي طبعا نادي شركات، ولكن نادي بيقدم العديد برضو من حول إنجازات بس من المكاسب على الأرض حتى هذه اللحظة. فكان أمر غير متوقع أن أنا أشوف نادي حديث يعني لسه صاعد بيتكلم أو بينافس وبيفوز على نادي الإسماعيلي. خلينا بس نتكلم أن الإسماعيلي برضو مش هو الإسماعيلي طبعا بتاع السنوات الماضية اللي احنا نعرفه، مش هو الإسماعيلي في التسعينات، مش هو الإسماعيلي في الثمانينات، مش هو الإسماعيلي في بداية الألفينات. يمكن أنا أتذكر آخر مرة حصل فيها الإسماعيلي على الدوري تقريبا كان 2002، ده فارق أو سنوات عديدة أو بعيدة قوي. طبعا أنا من الناس اللي يمكن طبعا يعني الناس كلها عارفة انتمائي للنادي الأهلي، والموضوع راجع للجدود كمان، لكن أنا من محبي جدا التنافس القوي مع الأندية الجماهيرية اللي ليها تاريخ برضو كبير. وعلى فكرة احنا بنعتز بأي تاريخ بيكون موجود لأي نادي مصري. ليه؟ لأن انت بترجع في الأول في الآخر تقول أنا في مصر عندي أندية كبرى أو عندي أندية لها تاريخ كبير، وعندي أندية ليها لاعبين عملوا معها يعني أرقام محترمة وتنافسية، كانوا برضو بينضموا للمنتخب من خلالها. فاهم يا كريم قصدي؟ فاهم جدا. وحزين ان ده مش حاصل زي زمان. وتحديدا لما تيجي تتكلم صراحة عن الإسماعيلي، تتكلم بقى تقول برازيل طبعًا مصر طبعًا او غيره طبعًا. كل دي كان بس في الماضي. حاليا طبعا الإسماعيلي شفنا الموسم اللي فات هو يعني بأعجوبة هرب من السقوط، وده امر اعتقد ما اسعدناش تماما. لكن ايه اسباب ده؟ ايه الموضوع؟ مش ملفنا دلوقتي، لكن طبعا كلنا عارفين ان الموسم اللي فات كان عندهم الى حد كبير عدم استقرار في الإدارة. نتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي في الفتره الجايه، لكل الانديه على فكره المصريه. نتمنى احنا كنادي اهلي نكون يعني بننافس وبننافس بقوه في تحديدا كمان البطولات المحليه، لان اكيد ده هيسعدنا احنا كمان. الواحد مش عايز يفوز علشان هو يعني في جاب كبير جدا بينه وبين الانديه المنافسه، واقرب منافس ليه حتى دلوقتي يمكن ليس في افضل ظروفه. القصة كلها بقى لو هرجع اتكلم عن الماتش، انا هتكلم برضو عن كابتن ايهاب جلال، ويمكن معاهم من بداية الموسم وفي فترة كمان الاعداد يا كريم. كابتن ايهاب جلال تتفق او تختلف معاه، ولكن هو عنده تاريخ كبير جدا برضو من يعني الشغل او السيفي اللي يقدر ان انت او تقدر تقول عليه برضو مدير فني محترم. هنرجع شوية بالزمن لورا لما كان مسك المقصة برضو يا كريم، عمل شغل محترم جدا وقتها مع المقصة، محدش يقدر ينسى الفترة دي. وليه بقى باع كبير بقى بعد كده مع المصري وغيره وغيره ومع بيراميدز، اخر حاجه حاليا احنا بنتكلم يعني مع الاسماعيلي. فان شاء الله يكون ماتش حلو، يبقى ماتش ممتع، ونفسي نشوف الاسماعيلي برضو بينافس بقوه رغم كل الظروف الوحشه اللي هو بيمر بيها. وخليني ارجع برضو لحضراتكم بتكلم شويه بلغه الارقام، لان انا بحب لغه الارقام شويه. هنقول لكم ان الاهلي بلغه الارقام نجح في تسجيل 181 هدف في شباك الاسماعيلي، وسجل الاسماعيلي 95 هدف. اكبر فوز في تاريخ لقاءات الاهلي والاسماعيلي كان من نصيب الاهلي، فاز بنتيجه
8-0، ده كان في موسم يعني 57-58. انا طبعا ولا انت حضرنا الكلام ده، بس يعني ارجع للتاريخ تعرف التفاصيل. المباراه دي اقيمت بالقاهره وشهدت تسجيل طبعا الراحل العظيم صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراه، ومسجلا طبعا رقم قياسي في تاريخ الدوري على مدار اكتر بتتكلم من 60 سنة، يعني حاجة لن تنسى. عشان كده بقول لحضراتكم اتولدت وقتها ما كناش موجودين، كنا حتى مش فكرة، بس لما اتولدنا عرفنا وسمعنا عن الرقم القياسي ده وسمعنا عن هذا التاريخ أو هذا العمل اللي بقى سجل بعد كده في التاريخ. عاد الأهلي بعد كده عشان يحقق الفوز بنتيجة 6-0 في مناسبتين، كان في الإسماعيلية الأولى كان موسم 96-97، بعد كده قرر النتيجة ذاتها في موسم 2004 و2005. طبعا الجيل الذهبي اللي كانوا بيطلقوا عليه طبعا وقتها، وزي ما قلنا برضو لقاء الاهلي والاسماعيلي يعني ليه طابع هرجع اقول خاص جدا، واكيد هنستمتع او اتمنى ان احنا نستمتع باذن الله بالمباراه غدا. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله يكون الفوز اكيد من نصيبنا. وانا واحد من الناس ما عنديش ذره شك ان احنا ان شاء الله اكيد هنستمتع، حتى لو الاسماعيلي بيمر بظروف استثنائيه مخلياه. عفوا انا قلت مباراه غدا، المباراه النهارده. يعني حتى لو الاسماعيلي بيمر بظروف معينه خلته ما هواش الاسماعيلي بتاع زمان، لكن يعني زي ما بيتقال كده بالتعبير الشعبي الدارج تموت الورده وريحتها فيها، بس احنا مش عايزين الورده تموت، لان احنا بنتكلم على برازيل مصر بالمعنى الحرفي للكلمه. الاسماعيلي كان مصدر سعاده مش بس لمشجعي الاسماعيلي، طول عمره مصدر سعاده لمتابعي دوري كره القدم المصريه من زمان. الاسماعيلي لما بيشارك في اي بطوله حتى لو كانت قاريه او بطوله، يعني عموما الاسماعيلي ياما فرحنا قبل كده. ومن الفرق الثقيله اللي الواحد يقعد يتمزج وهو قاعد بيتفرج عليهم لما بيكونوا فايقين وفي حالتهم الاعتيادية. احنا نتمنى الاسماعيلي يرجع كما كان، نتمنى الاتحاد السكندري يرجع كما كان، نتمنى نشوف المصري كما كان، نتمنى على فكرة ان ينصرح الاحوال في نادي الزمالك، النادي التاريخ الطويل العريض المنافس والند التقليدي للنادي الاهلي. من غير زمالك مش هيبقى الموضوع ليه طعم، زي ما من غير الاهلي اكيد الموضوع مش هيبقى له طعم. احنا عايزين نرجع ونشوف دورينا الدوري المصري زي ما جيل الثمانينات والتسعينات كانوا بيشوفوه. اي ماتش نقعد نتفرج عليه في ذلك الوقت وذلك الزمان فهو ماتش ممتع ومرضي جدا لكل اللي بيتفرجوا عليه، حتى لو مش بينتموا لاي فريق من الاثنين اللي بيتنافسوا. فهكذا نتمنى انصراح الاحوال في نادي الاسماعيلي ان شاء الله. تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف، هنروح لفريق رجال اليد ونقول لهم مليون مبروك لان هم فازوا فوز مستحق على شبيبه كينشاسا الكونغولي بنتيجه 37-23، وحصدوا بالتالي النجمه الافريقيه السادسه وتوجوا باللقب. طبعا النادي الاهلي كان حقق البطوله دي قبل كده 5 مرات، والحقيقه الفريق قدم مشوار مميز جدا على الصعيدين، على صعيد الاداء وعلى صعيد النتيجه بالفوز على كل المنافسين دون استثناء. طبعا حاجه محترمه جدا. كمان سيدات الاهلي قدموا الحقيقه مشوار جيد في هذه البطوله، بنقول لهم هارد لك ان هم طبعا خسروا برونزيه البطوله، لكن لسه ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون عندهم بطولات كتير، واحنا مستنيين منهم ان هم ينافسوا على القاب كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. تاني بنبارك للنجمه السادسه الافريقيه لرجال النادي الاهلي، ومستنيين منهم المزيد من النجاحات والبطولات. وطبعا لازم نعرفكم ان كابتن محمود الخطيب كالعاده كان حريص كل الحرص على تهنئه اللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه، واشاد بالاداء والنتائج، وان البطوله دي بتحملهم مسؤوليه كبيره امام الجمهور لاسعادهم بصفه دائمه. هنروح مع حضراتكم بعد كده للجنة الطفل تحديدا بالنادي الأهلي، وهي نظمت يعني حفل كان رائع جدا. ليه بقول رائع؟ لأن أولا أنت بتتكلم عن انتصارات أكتوبر، وكان في إقبال كبير جدا على الحفل، وخليني أقول لحضراتكم من الأطفال، ودي النقطة اللي عجبتني، لأن كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم عن انتصارات أكتوبر وغيره، قلنا إن للأسف الأجيال الجديدة يا كريم مش كلها عندها يعني من المعلومات ومن الإدراك أصلا عن التاريخ بتاعها وعن تاريخ بلدها. الكلام ده يمكن إحنا ممكن يكون بجد جيل الثمانينات والتسعينات اوائل التسعينات اخر الاجيال اللي اهتمت دايما المدارس والاهالي ان هم يغذونا بالافكار وبالتاريخ وبالمعلومات ويعرفونا، وكان كل بيت وقتها كمان في حد يمكن شارك كمان يعني وقت او هذا الانتصار في حرب اكتوبر، فعندنا الى حد كبير انتماء. لكن الاجيال اللي جت بعد كده بتكلم على الالفينات وغيره يا كريم، صعب ان انت تغذيها بالحته الوطنيه دي، فكنا بنقول لازم يكون في شغل اكتر، ولازم حتى لو المدارس
المدارس ما بتقدمش ده، لان معظم المدارس دلوقتي انترناشونال، يعني لازم يبقى فيه في البيت حد دايما حريص ان هو يعني يفكر الاطفال او يديهم المعلومات المهمه عن تاريخهم وعن بلدهم وغيره عن انتصاراتهم. ده كان مهم جدا يعني. ده في من الاجيال الجديده اللي ما يعرفوش عن البطل احمد عبد العزيز غير كونه شارع في المهندسين فقط. لا 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 حاجه، دي حدوته عجيبه. وعلى فكره ده من مش الاجيال الجديده، ده من الاجيال ممكن بتاعتنا عادي. فاللي حصل في النادي الاهلي اعتقد كان محترم جدا، وانا سعدت جدا ان انا كمان اشوف في اطفال موجودين بنعرفهم عن تاريخنا وانتصاراتنا، وايه هو اصلا نصر اكتوبر وليه حاربنا وازاي رجعنا او رجعنا ارضنا. خلينا نروح نتابع هذا التقرير. ايفنت يعني ده احسن يوم في تاريخ مصر المعاصر يعني، فاحنا كلنا بنحتفل بيه، فبالتالي لجنه الطفل فكرت ان هي تعمل حاجه للاطفال بالمناسبه دي، والنهارده هنعمل كرافت شكل طياره حربيه للاطفال وان شاء الله ينبسطوا بيها. هو في قبل ما يعملوا الكرافت الطياره بيعملوا بنعرض بلاي صغيره، مسرحيه صغيره من شخصيات الحيوانات اللي بيحبوها الاطفال، بتعرض نبذه عن الضربه الجويه وخط بارليف وازاي قدرنا بشويه خراطيم ميه ان احنا نعبر خط بارليف اللي هو قاله حصن لا يعبر يعني، ووصلناه للاطفال كلهم ما شاء الله. اولا كلهم عارفين القصه بتاعت اكتوبر وعارفين ان هي ما بين مين ومين، هي الحاجه الوحيده اللي ما كانوش عارفينها السنه اللي هي 73، بس ان شاء الله كلهم دلوقتي عرفوا حتى السنه يعني. دايما لجنه الطفل لما بتيجي تفكر في اي ايفنتات بتاعتها بتشوف المناسبات اللي ممكن تاثر في الطفل وفي الفكر ووعيه، لان ده من ضمن الاهداف بتاعتنا اللي احنا دايما بنبقى حريصين عليها، ان احنا بننمي وعي الطفل وبننمي مهاراته. فطبعا كان حرب اكتوبر ما ينفعش ان احنا نعديه بكده بمناسبه نصر مصر في 6 اكتوبر 73، والاطفال دول اكيد ما عاصرهمش ولازم يعرفوا يعني ايه مناسبه كبيره زي دي وليه مصر كلها بتحتفل بالمناسبه دي. حقيقه فكروا الاعضاء اللجنه كلهم ان هم يعملوا ايه في ال3 فروع، فقالوا دايما ان الحاجه اللي بتبقى ملموسه بالايد والورش الفنيه هي دايما اللي بتوصل المعلومه اكتر للطفل. فكان فكره بقى ان احنا نعمل ورشه فنيه بمناسبه نصر اكتوبر، ان احنا نعمل طيارات ونعمل مسرحيه، من خلال المسرحيه هنعرف ننمي الوعي بفكره الحرب، فكره النصر وبفكره نصر مصر وكده. والفكره الثانيه ان احنا بنعمل طياره، لان كان كطياره ده رمز للحرب ورمز للنصر، وهيبدا من خلالها الطفل ياخدها تبقى ده بالنسبه له ذكرى. يبقى احنا هنا نمينا الفكره والوعي والمهاره، وفي نفس الوقت عملنا الوطنيه من خلال انتمائه ليها من خلال الطياره اللي هياخدها ويروح بيها البيت. هي الفكرة يعني إن إحنا دول أطفال صغيرين فلازم يعرفوا تاريخ بلدنا، والمفروض إن هم يبقوا عارفين إيه هي الانتصارات اللي حققتها مصر. فجت الفكرة من إحنا نعمل ورشة صغيرة جدا عن الطائرات الحربية، وقبل ما نشتغل معاهم الطائرات الحربية ويلونوها ويبقوا يعني تبقى مجسمات في إيديهم، طب الطائرات دي عملت إيه؟ فإحنا عملنا مسرحية صغيرة جدا بتعرفهم إزاي كان في خط بارليف وإزاي عبرنا والطائرات دي كان إيه دورها، والجيش المصري عمل إيه وإيه دوره في إن هو يهزم الجيش الإسرائيلي. وبدأنا بعديها إن إحنا بقى نشتغل الورشة، فكانت حاجات صغيرة ومجسمات عشان تقدر نوصل لهم المعلومة بيها. طبعا أي حاجة الطفل بيمسكها بيشتغل بيها في إيديه بتكون فكرة المعلومة بتوصل له بسرعة، فهو إن هو يشتغل بإيديه ويلون ويكون حاجة هو عملها بنفسه فالفكرة بتوصل لهم بسرعة، فهم مبسوطين جدا. طيب خلونا بقى دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على حالة الطقس ودرجات الحرارة وصلت لكام النهاردة في محافظات مصر المختلفة، ونرجع نعرف المزيد من التفاصيل. اتفضل. احنا منورانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإن شاء الله تعرفنا كل التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس في الأيام القليلة القادمة. صباح الفل على حضرتك يا دكتورة منار وأهلا بيكي معانا. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. طبعا هو مبدئيا كده الجو ابتدى يحلو. حلو. تمام. حلو. التفاصيل ايه بقى والكام يوم اللي جايين هيبقى الوضع عامل ازاي؟ يمكن بالفعل الاجواء الخريفيه بدات تبان بشكل كبير الاسبوع اللي فات، وكمان متوقع ان هي تبقى معانا خلال هذا الاسبوع. بدا ياثر علينا المنخفضات الجويه اللي دايما بتبقى موجوده في فصل الخريف، منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وأيضا السحب العالية اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فده بيساعد إن
نحس بانخفاض درجات الحراره ونحس كمان بانخفاض نسب الرطوبه. بالاضافه كمان الكتل مصادرها معظمها قادمه من جنوب اوروبا، كتل معتدله في درجات حرارتها بالشكل الكبير، فبالتالي درجات الحراره بدات تكون درجات حراره في المعدلات الطبيعيه والاجواء الخريفيه، خاصه مع بدايه شهر 10 المعدلات بتبدا تقل عن شهر 9. متوقع العظمى على القاهره الكبرى على مدار هذا الاسبوع ما بين 30 الى 29 درجه مئويه خلال فتره النهار. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية. الانخفاض ده بيشمل كافة المحافظات، يمكن المناطق الجنوبية اللي موجودة في جنوب الصعيد هي اللي بتتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، فدرجات الحرارة فيها تتجاوز ل 40 درجة مئوية. فبالتالي الطقس احساسنا به هو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل الحرارة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. يبقى الطقس ما بين حار لشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده بيكون أكثر في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل درجات الحرارة بتبدأ تنخفض بشكل كبير، بيكون الانخفاض ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. فبالتالي فترات الليل اول فترات الليل الاجواء بتبقى لطيفه، نيجي مع ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر بدانا نحس بالبروده، اجواء مائله للبروده خلال فترات الليل المتاخر والصباح الباكر في معظم محافظات شمال البلاد. الصغرى كمان فتره الليل بدات تنخفض وتكون 22 21 درجه مئويه في المناطق الشماليه. ده بالنسبه لدرجات الحراره. بالنسبه لفرص الامطار، يمكن احنا عندنا فرص الامطار هتختلف من يوم للتاني. اليوم فرص الامطار متوقع ان هي تكون امطار خفيفه على مناطق متفرقه من محافظات الجمهوريه، السواحل الشماليه الغربيه، محافظات الوجه البحري، قد تمتد الامطار الخفيفه لمناطق من القاهره الكبرى ومدن القناه ومحافظات شمال الصعيد. غدا متوقع ان تكون كميات الامطار اكثر من اليوم، فهتكون امطار خفيفه متوسطه على مناطق من مدن القناه سيناء شمال الصعيد، ممكن كمان بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، يعني في مجملها امطار ما بين خفيفه ممكن تبقى متوسطه في بعض الاماكن وخاصه شمال الصعيد ومدن القناه. ناكد بس ان احنا خلاص في فصل الخريف هنتعود دايما على التقلبات الجويه والتغير كمان في خرائط الطقس من يوم للتاني، لكن على مدار هذا الاسبوع كله الحمد لله الاجواء هيستمر فيها انخفاض درجات الحراره والاجواء الخريفيه، وفرص الامطار زي ما قلنا هتختلف من يوم للتاني، لكن كلها امطار متفاوته الشده من محافظه للثانيه. الشبوره المائيه ما زالت ظاهره جويه مؤثره فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا بتبدا في التلاشي او في الاختفاء مع طلوع اشعه الشمس. يعني مع الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي وتدريج الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. احنا بس هننصح كل الساده المتابعين، مهم جدا ان احنا يوميا قبل ما نخرج من البيت نتابع الحاله الجويه خاصه في الخريف، لان الخريف دايما بيحصل تغير في خرائط الطقس في التنبؤات اليوميه. طب انا عندي سؤال، سوري. لا اتفضل. عندي سؤال بس دكتور منار، كويس ان احنا نتكلم ان احنا نتابع الطقس والحاله الجويه، لكن في ناس كتير مش عارفه ايه المصدر السليم، لان في بوستات بتبقى كتيره جدا على السوشيال ميديا اي كلام وبتبقى معظمها فيك، وفي حاجات بتبقى سليمه، فايه هو المصدر الاساسي؟ يعني حضرتك تقول لنا او تقولي دلوقتي للناس والمواطنين اللي بيسمعونا يجيبوا المعلومات السليمه منين؟ هو طبعا من الهيئه العامه للارصاد الجويه، الهيئه العامه للارصاد الجويه لها صفحه على الفيسبوك اسمها الهيئه العامه للارصاد الجويه المصريه متوثقه بالعلامه الزرقاء، دي ممكن نتابع كل اخبار الطقس عليها، وكمان طبعا التحديثات دايما بتنزل عليها صور الاقمار الصناعيه، فاحنا ممكن نتابع متابعه ساعيه لصفحه الفيسبوك هنلاقي كل يعني التحذيرات فيها. طبعا في خط تواصل الرقم تليفون لو احنا محتاجين استفسارات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وطبعا احنا دايما مع حضراتكم في وسائل الاعلام المختلفه هنلاقي نشرات منتشره في وسائل الاعلام المختلفة. الرقم كام برضو يا دكتور منار؟ هو الرقم هنلاقيه موجود في نهايه النشره الجويه، بس عشان انا مش متذكره الرقم، فالرقم هتلاقيه دلوقتي في نهايه النشره الجويه، ممكن نتصل بالهيئه مباشره وهنقوم بالرد على حضرتك. هو عموما برضو الناس تقدر تتابعنا باستمرار، لان حضرتك بتنورينا باستمرار في 10 الصبح في الاهلي، ودي من مصادر سعادتنا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده دكتوره منار غانم من الهيئه العامه للارصاد الجويه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. اكيد بنرحب بحضراتكم انا وكريم مره كمان، ودلوقتي نروح لروزان نصر في مقر النادي بالجزيره ونعرف منها اخبار النادي الاهلي وكل الفرق المختلفه. روزان صباح الهنا عليكي وسامعينك، اتفضلي.
بصبح عليك يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى. أول خبر معايا النهاردة، الجهاز الطبي بيؤكد جاهزية خالد عبد الفتاح. دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق الأول قال إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية وفقا طبعا لرؤية الجهاز الفني، وأشار كمان أنه تواجد في التدريبات الجماعية الفترة الماضية ولكن بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته في المباريات الرسمية للإطمئنان طبعا بشكل أكبر على جاهزيته بشكل تام. كمان عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مهمة جدا مع الدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق، مع وجود طبعا خالد بيبو مدير الكرة، للإطلاع على مستجدات الطبية وآخر المستجدات الطبية للاعبين اللي تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية. أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية اليوم لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته طبعا اليوم أمام الإسماعيلي من بطولة الدوري العام. هيبدأ طبعا تجمع الجماهير بداية من الساعة 11 الظهر أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وهتتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية الساعة 12:30 ظهرا. يستوجب طبعا اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة إلى جانب الفان آي دي. كمان ممنوع إحضار أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء المباراة أو أثناء السفر أو خلال المباراة. فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2008 فاز على ضيفه مودرن فيوتشر بثلاثية نظيفة في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين أمس السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. كمان فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2006 حققوا فوز كبير على ضيفه نادي نصر للتصدير بخماسية نظيفة ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة. طبعا خبر مهم جدا عن اهم بقى تصريحات ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق كره اليد رجال بعد التتويج بلقب بطوله افريقيا للانديه، وقال طبعا بعد التتويج فوز الفريق بهذا اللقب يمثل علامه فارقه خلال الموسم الحالي الذي سيشهد تحديات مهمه جدا، وقال كمان ان اللاعبين كانوا على قدر المسؤوليه وكان هناك التزام كبير بتعليمات الجهاز الفني، وعبر طبعا عن فخره وسعادته بامتلاك تشكيله مميزه من اللاعبين أصحاب الخبرة والشخصية القوية. وكمان يعني بنقول ألف مبروك أكيد لفريق كرة اليد رجال، يعني بطولة مهمة وغالية علينا كلنا، وكمان بتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهاردة أمام الإسماعيلي من بطولة الدوري العام. كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة، ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة تانية. نشكرك اكيد برضو يا روزان، ويعني كالعاده تغطيه رائعه، شكرا ليكي. تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جدا وكان شاغل العالم كله والساحه الكرويه بصفه خاصه اليومين ثلاثه اللي فاتوا، اعلان ملف المغرب واسبانيا والبرتغال فائزا بتنظيم كاس العالم 2030، لان هو كان الملف الاوحد المقدم لاستضافه هذه البطوله. النسخه دي هتكون استثنائيه لاعتبارات كتير، مبدئيا كده هي ستقام في 6 دول وثلاث قارات، وهنشرح لحضراتكم ازاي وليه. الست دول اللي هم المغرب واسبانيا والبرتغال والارجنتين واوروجواي وباراجواي. البطوله هتتلعب كالتالي، اول 3 ماتشات منها هيقاموا في قاره امريكا الجنوبيه احتفالا بمئويه البطوله اللي اقيمت للمره الاولى او اول نسخه منها سنه 1930 في اوروجواي، ثم تعود لقارتي افريقيا واوروبا لاستكمال المسابقه. الموضوع ممكن يبقى فيه شيء من اللخبطه، فتعالوا نعرف المزيد من التفاصيل حول هذه النسخه الاستثنائيه من خلال الناقد الرياضي اللي منورنا على التليفون الاستاذ محمد مصطفى. استاذ محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل على كل مشاهدينك. مبدئيا كده راي حضرتك ايه في عوده كاس العالم للقاره الافريقيه من جديد بفوز المغرب بتنظيم هذه البطوله، وبشكل عام هل نقدر نقول ان نظره العالم للدول العربيه فيما يتعلق بقدرتها على حسن تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه اتغيرت بعد ما قطر استضافت يعني بشكل ناجح جدا النسخه الاخيره من المونديال؟ يعني خلينا نبدا بالجزئيه الاولى وهي القاره الافريقيه. هو الاتحاد الدولي البرتغال من فيفا انتهج نهج منذ سنوات انه الكاس العالم بيلف على القارات كلها، يعني بدانا 2002 في كوريا واليابان، رحنا 2006 اوروبا،
في المانيا 2010 جينا افريقيا جنوب افريقيا، وبعد كده رحنا امريكا الجنوبيه 2014 عن طريق البرازيل، بعد كده طلعنا اوروبا روسيا، وبعد كده 2022 رحنا اسيا قطر، وبعد كده رحنا امريكا مره ثانيه 2026. ففي نهج، وهو ان كاس العالم بيلف على القرارات كلها، حتى ان كاس العالم 2034 تم اسناده برضه لدوله اسيويه، والسعوديه طبعا من الدول اللي هتترشح وفقا للتقارير على استضافه كاس العالم. اما بالنسبه للجزئيه الثانيه وهي استضافه قطر ل 2022، ادى الدفع والثقه للفيفا انه الدول العربيه قادره على التنظيم جدا، لانه كاس العالم قطر 2022 هي النسخه الافضل في التاريخ لكاس العالم، النسخه الافضل تنظيميا، النسخه الافضل بعيد عن الشغب، النسخه الافضل في الخروج من كل التحديات الصعبه اللي واجهتها قطر عشان تستضيف كاس العالم، وربما يجد البعض كاس عام 2022 من افضل النسخ كرويا، ودي نختلف فيها بقى يعني عادي، بعض بيشوف 98، بعض بيشوف 94، بعض بيشوف 2006، ففي النهايه كلها اختلافات في الاراء الكرويه، دي لا يفسد للود قضيه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، ان المغرب استضافت كاس العالم للانديه اكثر من مره، وعندها يعني عندها ثقل كبير جدا لدى الاتحاد الدولي، هتستضيف كمان كاس الامم الافريقيه. المغرب استضافت اكثر من مره كاس العالم للانديه، والتنظيم الحقيقه كان رائع في المرات اللي استضافتها فيها، فهي عندها بنيه تحتيه وعندها ملاعب مميزه، ومحاولات استضافه كاس العالم هي محاولات قديمه، يعني المغرب بتفكر من اخر التسعينات واوائل الالفينات، وكانت النسخه الاقرب لان هي تستضيف كاس العالم كانت 2010 في جنوب افريقيا، ولكن فازت وقتها جنوب افريقيا بحق التصويت عن بفارق صوتين عن يعني جنوب افريقيا اللي فازت بفارق صوتين عن المغرب، وقتها جنوب افريقيا هي اللي استضافت المره الاولى في التاريخ، دي المره الثانيه في التاريخ دوله افريقيه تستضيف بعد جنوب افريقيا وهي المغرب، ومره الثانيه في التاريخ دوله عربيه تستضيف كاس العالم بعد قطر وهي المغرب. طيب خليني اسال حضرتك برضو استاذ محمد، وسؤالي هيبقى عام شوية، هل نقدر نقول مثلا مع الكلام اللي سمعناه مؤخرا أن السعودية بتستعد أو بتطمح كمان أن هي تستضيف نسخة 2034، ومع اللي بنشوفه في الطفرة والتطور مؤخرا تحديدا في بعض الدول العربية اللي كانت بعيدة جدا عن هذا المستوى والصفقات وغيره، فنقدر نقول أن تدخل رأس المال أصبح هو الأساس دلوقتي في فكرة استضافة البطولات العالمية وإظهارها بالشكل البروفيشنال أو الاحترافي اللي احنا بنشوفه، واللي كمان خلينا نقول يمكن كان أفضل في الظهور من دول أخرى أوروبية اعتادت على مثل هذه البطولات؟ طبعا يعني رأس المال النهاردة أصلا العربي هو دخل في أوروبا نفسها عن طريق شراء الأندية قبل كده في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهم، وأحدث طفرة كبيرة كمان لدى كثير من الأندية اللي بدأت تظهر على السطح بعد تدخل الاستثمار العربي، وبالتالي المانع بقى ان الدول العربيه نفسها تستضيف، المانع الدول العربيه نفسها يكون لها ثقل كبير دولي وتقدر ان هي تستضيف البطولات، طالما انه خلاص النهارده السعوديه بقى عندها دوري قوي بينافس ضمن الاقوى عالميا، يجتذب نجوم عالميين زي رونالدو وبنزيما وكانتي وفابينو وفابينو ومحرز وغيرهم من النجوم. استضافه كاس العالم في قطر، استضافه كاس العالم الانديه في المغرب والامارات، فخلاص في نجوم دلوقتي، والدول العربية بقت جاذبة لكرة القدم بفضل الاستثمارات الكبيرة اللي بتضخ فيها، ونجاح قطر ساعد كبير جدا على ان الدول العربية تبدأ تخش بثقل أكثر خلال الفترة الجاية. السعودية طبعا وفقا لخطة 2030 اللي شغالين عليها والاستثمارات الكبيرة اللي بتضخ والتحول الكبير اللي بيحصل لديها ثقافيا وفي البنى التحتية، فكل ده أكيد بيدي ثقل كبير جدا للسعوديه، السعوديه كانت بتفكر في الاول وفقا للتقارير ان هي تخش كاس العالم 2030 قصاد الملف الاسباني المغربي البرتغالي، ولكن بعد كده السعوديه سحبت نفسها من الملف ده وبدات تركز على ملف 2034، خاصه ان الفيفا ذكرت ان 2034 هتستضيفه دوله اسيويه، فاكيد ان السعوديه هتدي لنفسها براح اكثر من الوقت
للتجهيز لنسخه قويه جدا لكاس العالم. النسخه اللي جايه من كاس العالم هتبقى نسخ مختلفه واعتقد هيبقى متوقع كمان ان هي فعلا لو تم هتظهر بمشهد يمكن اكثر من رائع كمان. بس ده هياخدني برضو للشق الثاني من سؤالي، هل ده معناه ان الدول العربيه الاخرى اللي عندها باع وتاريخ كبير في كره القدم، ربما هنا انا هتحدث برضو عن مصر، ولكن ليس لديها من الامكانيات زي السعوديه وزي قطر وغيره، هل انا اقدر هنا اشوف او اتوقع ان استضافتهم لبطوله كبيره زي كاس العالم على سبيل المثال حلم حتى هذه اللحظه لسه بعيد يعني عن تحقيقه لاسباب كثيره، نقدر نقول اولها الاسباب او القدره الماديه؟ طبعا، لانه يعني حتى النهج اللي خدته الفيفا ان هي تستضيف كاس العالم يستضاف كاس العالم في اكثر من دوله، ده كان نهج بسبب الضغط المادي الكبير اللي بتتكلفه الدول. فلا خلاص احنا نوزع التكلفه دي على اكثر من دوله علشان يكونوا على اتم استعداد وما يتكلفوش كتير عشان يحضروا نفسهم لكاس العالم والارباح تتوزع على اكثر من دوله. بالنسبه لمصر احنا في توجه وفي رؤيه شويه لم تعلن بشكل رسمي حتى الان، ولكن الوزير الرياضي الدكتور اشرف حكيمي معناها اكثر من مره، وهي رغبتنا في استضافه الاولمبياد النهارده مع القريه الاولمبيه والمدينه الاولمبيه اللي بنعملها في العاصمه الاداريه، هتكون واجهه كويسه جدا تقدر ان هي تستضيف الاولمبياد. طبعا احنا عارفين الاولمبياد بتقام في مدن، يعني استاد نيس، بكين، ريو دي جانيرو، انما كاس العالم بيقام في دول. فهنا ممكن تكون فكره المدينه اللي تستضيف الاولمبياد دي ممكن تسهل علينا شويه الدنيا مع المدينه الاولمبيه اللي احنا شغالين عليها، فدي تبقى تستضيف الاولمبياد ممكن تكون يعني اخف وطأة شويه من النواحي الماديه عن كاس العالم. اظن ان مصر يعني هي رؤيتنا دلوقتي حاليا هي الاولمبياد، رؤيه السعوديه هي كاس العالم، وفي النهايه كل دوله بتشوف الجهاز والظروف بتاعتها علشان تسير على حسب ظروفها وعلى حسب الامكانيات اللي بتتوفر. جميل. هو الحقيقه مصر اخر كام سنه نجحت وبامتياز وبشهاده الكل في تنظيم كتير من فعاليات البطولات، كؤوس عالم في رياضات مختلفه، بطولات عالم في بطولات يعني في رياضات مختلفه. بنتمنى بقى ان تتوج هذه المجهودات بتنظيم مصر لدوره ما من دورات او نسخه ما من نسخ كاس العالم. احنا بنشكر حضرتك استاذ محمد جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا ليك. بص، هو الكلام طبعا يعني كلنا متفقين عليه ان احنا كلها اماني ونامل ذلك، لكن على ارض الواقع يعني خلينا نقول برضو انت مش قريب، يعني لو انا هتكلم بمنتهى الصراحه لان انا ما بحبش اجمل الامور، لا انت شويه لسه بعيد عن استضافه حدث عالمي كبير بهذا الشكل لاسباب كثيره. انا مش هتكلم عن البنيه التحتيه، لا البنيه التحتيه بتاعتنا بقت رائعه بشكل كبير جدا يا كريم، لكن ربما العنصر الاساسي اللي انا عايزه اتكلم عنه هو العنصر البشري، وهو ده الأساس عندي. أنا لا يعنيني أي مشاكل أخرى موجودة لوجستية أو غيره، ولكن أنا اللي يعنيني الملف الأساسي وأعتقد ده العنصر الأهم هو العنصر البشري اللي ما زال حتى هذه اللحظة ليس رائع تماما وليس حتى قريب من الجيد، خلينا نقولها بهذا الشكل. للأسف الشديد لسه في ناس مش قادرة تستوعب قد إيه ده مهم إن أنت تظهر بمشهد جيد على الأقل مع السياحة اللي بتيجي بلدك. لسه عندنا ناس من الجهل عندهم هذا الأمر، سواء قائمين بشكل مباشر مع السياح أو في السياحة أو غير قائمين بشكل مباشر للأسف الشديد. فعشان أقول أنا ليه بلدي ما بتوصلش لده، وعلشان أقول أنا مش أقل من دولة تانية، وعلشان أطالب الدولة والمؤسسات إن هي تحقق لي ده، وإحنا ليه مش واصلين وإنتوا ليه مش شغالين كويس، لا ممكن يكون الدولة شغالة في حتة وإحنا في حتة تانية كفكر. فتاني احنا اتكلمنا وانا مش عايزه اطول لان ده مش ملفنا دلوقتي، لكن تاني هنرجع نقول ممكن دوله يبقى عندها من التاريخ العديد من الامور والاشياء اللي هي تجذب اي انسان، لكن الهوسبيتاليتي او التعامل على المستوى الشخصي يا كريم ما بيكونش جيد ابدا، فانت تحب انك ما تجيش، يعني تحب انك ما تجيش تاني. وعلى الصعيد الاخر تلاقي دوله ما عندهاش حاجه، بس من ساعه ما بنزل من الطياره كده بتعامل بذوق، حتى من قبل ما انزل من الطياره من الناس، حتى المضيفين ممكن لو انا مسافره على الايرلاين بتاعتهم وغيره، من المطار، السواقين بره، المحلات، الناس اللي ماشيه في الشارع، يعني تلاقي انا عايز ارجع تاني. فالكلمه الحلوه بتفرق بشكل كبير جدا، والكلمه الحلوه ممكن تكسبك كتير. فحرام يبقى انت عندك دوله زي مصر، حرام يبقى عندك طموح كبير وعندك جماهير بالملايين بالاعداد اللي مش موجوده في اي دوله تانيه تقريبا، والروح الموجوده وغيره، وبعد كده حضرتك عشان عندك من الجهل
يعني بنسبة كبيرة مش عارف ازاي تتعامل مع الناس اللي بتيجي وتبقى خير مثال. انا بشوف دايما يا كريم كل شخص ماشي في الشارع هو سفير لبلده طالما انت عندك حد اجنبي حقيقي، كل واحد فينا سفير للبلد، لان لما انت هتضايق حد عندك في البلد سواء بقى جاي في بطولة صغيرة او بطولة كبيرة او جاي سائح عادي، هو هيمشي يقول المصريين كذا، مش هيجي يقول فلان اللي انا كنت شايفه في الشارع الفلاني كذا، صح ولا غلط؟ فهتجمعنا معاك في حاجة احنا مالناش ذنب فيها، ولا البلد ليها ذنب فيها، ولا الدولة ليها ذنب فيها. انا برجو ان احنا نركز على ده، وبرجو القائمين على ملف السياحة تحديدا يركزوا على العنصر البشري، لان لو احنا هنطور وعايزين سياحة ده ملف ما فيهوش نقاش بصراحة. يعني بصي على صعيد ان احنا بعيد شوية عن فكرة ان احنا ممكن في يوم من الايام ننظم حاجة زي او نسخة من نسخ كأس العالم، حتى لو كنا بعيد بس احنا بقينا اقرب نسبيا عن زمان طبعا، لان احنا الفترة اللي فاتت زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية فكرة ان احنا بقالنا كذا سنة وبشهادة الكل احسننا تنظيم واستضافة كتير من البطولات والفعاليات، منها كؤوس عالم وبطولات عالم في رياضات مختلفة، الكل كان ماشي مبسوط جدا. فعلى الصعيد ده احنا بعيد بس اقرب شوية من زمان لحاجة زي كده. على الصعيد الاخر بقى اللي انت بتتكلمي عليه، طول ما عندنا ثقافه خد يا خواجه مش هنشوف خير ابدا، لان الدوله فعلا عامله مجهودات تكاد تكون جباره. وتاكيدا للنقطه اللي اتكلمت فيها نهاوند، في دوله من الدول ممكن يبقى راس مالها كاثار وكتاريخ شجره بقى لها مثلا او عمرها 200 سنه. احنا عندنا زيها في الزمالك عند نادي الجزيره بالظبط كده. بس هم بيعملوا ايه بقى؟ بيحسنوا تسويق الشجره اللي حيلتهم دي، وبينتج عنها سياحه وبارقام كبيره ممكن تتفوق على اعداد السائحين اللي جايين عندنا مصر. مصر اللي فيها اكتر من ثلثين اثار العالم، مصر اللي ليها تاريخ يعني. فعلى الصعيد ده الحقيقه في حاجات كتير محتاجه تتغير فيما يتعلق بطريقه تعاطينا او تعاملنا مع السائح الاجنبي ايا كان قادم من اي دوله من الدول. بالظبط. على كل حال خلينا بقى نروح لحبيبك. طبعا طبعا من وقت ظهور هالاند وهو متألق بشكل كبير جدا، وكمان بداية لما كان مع بروسيا دورتموند، بعد كده انتقاله للدوري الانجليزي طبعا من خلال مانشستر سيتي، وهو فعلا يعني بيحطم ارقام قياسيه ومتعدده. فهالاند ناس كثيره متوقعه ليه في الفترات والسنوات القادمه ان هو ربما كمان يعني يعدي في الارقام ناس زي رونالدو والناس اللي قارنته بصلاح وغيره وغيره. ربما ده يحصل ربما ما يحصلش، بس الخطوات اللي هو ماشي بيها اعتقد دي هتودينا ان هو ممكن فعلا طبعا يعدي كمان على المستوى الرقمي، ممكن يعدي ابطال زي او نجوم زي كريستيانو رونالدو، ما اتمناش محمد صلاح، بس يعني محدش عارف. بس هو فعلا فعلا لاعب موهوب جدا، وكمان 22 سنه، فانت بتتكلم قدامه سنوات طويله جدا يقدر طبعا ان هو فعلا يصنع تاريخ فيهم. على كل حال رحب بحضراتكم اكيد انا وكريم، واول فقره حواريه وهنتكلم فيها بقى عن القادم في النادي الاهلي او للنادي الاهلي طبعا، اللي بدا بموسم يعني جديد وبدايه كانت قويه الى حد كبير. لو بتتكلم على صعيد طبعا كل المسابقات المحليه بالدوري والكاس، وكمان هنقدر نقول في دوري ابطال افريقيا الاهلي والتحديات الفتره اللي جايه محليا وقاريا، وطبعا هنتكلم بالتفاصيل بقى عن مباراه اليوم بين الاهلي والاسماعيلي، كل ده مع كابتن عادل تعيمه طبعا النجم المنور نجم الاهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير يا فندم. منور الدنيا كابتن عادل، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. اعتقد حضرتك يعني سعيد باللي تابعته مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وسيناريو الثلاثيات والرباعيات في كل الماتشات اللي خضناها حتى هذه اللحظه، رايك ايه في الصوره والشكل العام اللي ظهر بيه النادي الاهلي مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا بقالنا 10 سنين او اكثر النادي الاهلي دايما المواسم دايما هتبص تلاقيها متصله مع بعض، ما بياخدوش فتره اعداد ودايما ما فيش اجازات طبعا. فالاول مره بعد 5 بطولات من 5 بناخد 20 يوم اجازه، ودي اعجاز يعني طبعا. ما حصلتش طبعا. بقالنا مدة كبيرة جدا اللعيبة ما أخدتش والجهاز الفني ما أخدش الأجازة العشرين يوم. بس في نقطة تانية، في برضو البعض الناس مش واخدين بالهم منها، إن فترة الأعداد بتاعتنا ما اتعملتش. يعني الأهلي سافر يوم 28 ويوم 4 13 أو 14 لاعب من المنتخب القومي ثم المنتخب الأولمبي راحوا مع المنتخبات، إلى جانب طبعا لعيبة الأجانب اللي كل واحد سافر عشان الراجل يعمل ماتش ودي، ما عملش غير ماتش ودي واحد ثم لما رجع لعب مع الطلائع. لكن في كل الاحوال الاجازه ال 20 يوم الى جانب الفتره ديت ان احنا فتره الاعداد مفروض تبقى مينيمم 3 اسابيع او 4 اسابيع. ما عملش الكلام ده. في اوروبا كل فتره الاعداد بتبقى تقريبا شهر. فالراجل اخذ يا دوبك ايام قليله جدا.
الماتشات الوديه اللي هي بتعمل اللعيب او اللي هي بتبقى الماتشات اللي هي بتجهزه علشان يبقى فت في الماتشات، الكلام ده هو الراجل بيستغله في الماتشات الرسميه. تخيل يعني المفروض في الماتشات اللي هي اعداد للدوري الراجل بياخدها رسمي. ايوه. فحصل بقى ان احنا لعبنا المصري ثم اثنين سان جورج و الماتش اللي فات مع ام بي في الكاس. فبيستغل الماتشات ديت في عمليه تجهيز اللاعبين كفتره اعداد ومباريات متدرجه. بس واضح ان التجهيز تم على اكمل وجه بدليل النتيجه اللي احنا شفناها. ما هو النتيجه لان الراجل برضو لازم تفهم ان الراجل بيشتغل علمي. هتبص تلاقي عمليه التدوير اللي هو بيعملها مش عشان اللعيبه مجهده. لا، ده هو بيعمل اعداد للعيبه علشان ياخدوا الماتشات، كل واحد ياخد جرعه معينه من التدريب من الماتشات علشان يجهزه لما هو قادم. انما ما فيش لعيبه مجهده ولا حاجه، لانك انت في الفتره ديت انت بتعمل ماتشات علشان الماتشات الرسميه انت بتستغلها انك انت تجهز كل اللعيبه بحيث ان هم كلهم يبقى 8.5 من 10 كلياقه بدنيه ولياقه فنيه. فالفتره دي طبعا بيستغلها استغلال جيد جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق ان انت في الفتره ديت ربنا بيوفقك جدا انك انت في عمليات الاختيارات في التشكيل الاصابات بقت اقل جدا من كل المواسم اللي قبل كده نتيجه لله. عمليه التدوير اللي الراجل بيعملها مش بيعملها بالعين المجرده، ده بيعملها الراجل بتاع الاحمال، الجهاز اللي طبعا شغال معاه بالاحمال اللي هم بياخدوها. كل لاعب ليه قياسات معينه سواء من حيث قوه العضله من الجهاز التنفسي، وهتبص تلاقي ورا اللعيب في جهاز كده محطوط في الفانيلا في الماتشات، تلاقي علي معلول في ورا كده حاجه جهاز كده علشان نبضات القلب وعلى الاكسجين اللي في الدم وقوات العضلات. قياسات يعني كلها قياسات. فيبقى عارف ان انا علي معلول النهارده هريحه الماتش اللي فات لما لعب ديبيسي، كريم الديبيسي لما لعبه وريح علي وهكذا. هتبص تلاقي حسين الشحات بياخد فترات، عبد القادر بياخد فترات، بيرسي تاو بياخد فترات، امام عاشور بياخد فترات، كل واحد بياخد فترات معينه بحيث ان هم يبقوا جاهزين للفتره اللي جايه ان شاء الله. جميل. طيب انا عايز اتكلم شويه يعني فنيا كابتن عادل برضو لو تسمح لي. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول عن الاسماعيلي اللي انا بواجهه في الموسم ده غير الاسماعيلي شويه اللي بواجهه بالموسم اللي فات، غير الاسماعيلي بتاع التسعينيات طبعا، فارق كبيره جدا فنيه. وحاليا احنا بنتكلم ان فريق يكاد يكون يعني بيعاني من امور عديده ومنها طبعا عدم الاستقرار الاداري، لكن في الوضع الحالي هو معاه كابتن ايهاب جلال، وكابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيين اللي اوقات كتيره بيعمل فارق مع الفرق، وكان انا ذكرت ده في الانترو كان مع المقص على سبيل المثال. البعض قال لك ممكن كابتن ايهاب يستطيع ان هو يرجع تاني مستوى الاسماعيلي زي ما عمل مع المقصة، يقدر يعمل مع الاسماعيلي. الاسماعيلي في حاجة دلوقتي او في حاجة ماسة الى تغيير شامل في كل حاجة بصراحة، لان لو فضل بهذا الشكل البعض بيتوقع انه لو هو كان على الاواخر كده او بالصدفة نجا من الهبوط الموسم اللي فات ربما يهبط هذا الموسم، وطبعا ده شيء اعتقد مش هيسعدنا تماما يعني. والله طول عمر النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي علاقتهم كانت طيبة جدا، وانا قلت مرات عديده ومديده بس الناس مش يمكن مش عايزه تسمع انه النادي الاسماعيلي كان بياخد لعيبه من النادي الاهلي، كان واخد هاني مصطفى الله يرحمه في بطوله افريقيا وكان النادي بيعيره ليه. النادي الاسماعيلي كان بيلعب ماتشات وديه الاهلي والاسماعيلي ضد الفرق الاجنبيه في ملعب النادي الاهلي. فمع تغيير الادارات، الاداره مهمه جدا في اي نادي علشان يبقى في استقرار فني واداري لفرقه الكوره بالذات. لابد يبقى فيه استقرار اداري ومادي. الكلام ده بينعكس على الامور الفنيه، وعلى فكره السؤال كريم كان كله فني، لان قلنا فتره الاعداد الراجل بيستغلها بالشكل الفلاني، بيوزع الاحمال بالشكل الفلاني، كل ده طبعا كلام فني يعني. طبعا. بالنسبه للنادي الاسماعيلي في الفتره اللي فاتت ممنوع القيد، ممنوع القيد ليه؟ لان الامور الاداريه لعيب يجيبوا لعيب ويمشي من غير حتى ما يشوفوه، وبعدين الراجل يروح يشتكي فبتتراكم الاموال اللي عليهم، وبالتالي بتختاري مدير فني ما بيقعدش ثلاث ماتشات وبعدين يتغير. يعني شفنا قد ايه
اكتر من مدرب بيجي يلعب ماتشين ثلاثه وبعدين تبص تلاقي عمليه التغيير. عمليه التغيير دي طبعا قاتله بالنسبه للاعب وبالنسبه للفريق. حضرتك داخله على رايحه لاربع خمس دكاتره. اربع لا قدر الله يعني اربع خمس دكاتره، كل دكتور هتروحي له بيكتب لك روشته شكل. روشته شكل دي كلها مختلفه، انت هتاخد ايه؟ لان التشخيص بيتغير من واحد للتاني. فاللعيب النهارده انا بدي لك تدريبات معينه واحمال معينه، انا بتغير بعد ثلاث اسابيع، بيجي مدرب تاني بفكر تاني، يدي احمال تانيه، طريقه لعبه مختلفه، قرايته للعيبه مش عارفها، كل الامور دي بتنعكس اداريا وفنيا على الفريق. طب ازاي ده حاصل؟ يعني في الوقت اللي حضرتك كنت فيه واحد من نجوم النادي الاهلي في الملعب، كان في الوقت ده عز مجد الاسماعيلي وعز مجد المصري وعز مجد الاتحاد السكندري وعز مجد انديه كتير، حتى البعض منها ما بقاش موجود خلاص. ازاي نسيب انديه تاريخيه وجماهيريه وشعبيه بالشكل ده توصل للحال المتردي اللي هي وصلت له ده؟ شوف حضرتك مثلا نادي الاسماعيلي كان مين رئيسه؟ عثمان، احمد عثمان. طبعا طبعا اكبر يعني راجل معماري في العالم طبعًا. العربي وفي اسيا وافريقيا وعامل مشاريع في العالم كله طبعا، وكميه التواضع. وانا اول ما اتخرجت اشتغلت فريق مرتجي، اخذنا انا وصمد منعم واشتغلنا في المقاولين العرب عنده. شوف الاستقبال اللي قابلهولنا وبيعيننا واحنا بنشرب الليمون بيعيننا، وبعدين عايز يتصور معانا في مكان معين. كابتن عادل، انت فاكر الليمون انك بتشربه وانت بتمضي ذكريات يعني قهوه كان بيشربه انا بقول لك شوفي حضرتك احنا قاعدين مع الفريق مرتجي كان اخذنا، شوف مجرد ان احنا الحاجه اللي احنا بنشربها ما خدناش ثواني، وبعدين هو كميه الوظائف اللي عنده وكميه الشركات اللي عنده، مع ذلك كميه التواضع بيقابلنا. ايوه انا فاهمه بيقابلنا المقابله المحترفه المحترمه. وبالتالي طبعا لما يكون الاداره بحجمها فيها التواضع وفيها يجيب مدرب بيستمر معاه، بيطلب اللعيبه بيجيبها له، كل امور اللعيبه كلها متامنه من مرتبات الى خلافه، الادوات والاجهزه. احنا زي ما بتشوف في نادي الاهلي المدرب لما بيطلب اي حاجه الحاجه دي بتيجي، وكذلك في كل الانديه خاصه الانديه الشعبيه اللي بيجي رئيس نادي للاسف في بعض الانديه واللي هي جماهيريه بيبقى مدي ودانه لبعض من العناصر اللي هي متعصبه في الشارع علشان يتقال ان انا فلان، فانا النادي الاهلي مين اكبر نادي في مصر؟ النادي الاهلي. طب انا بقى انال منه. يبقى المباراه بتاعت النادي الاهلي تبص تلاقي التلات نقاط بتوعها غير اي تلات نقاط اخرين. طب ما خلي التلات نقاط بتوع الاهلي هم بتوع الزمالك، هم بتوع الجونه، بتوع الداخليه. يعني دايما تلاقي فيه شد عصبيه بتبقى موجوده. طب ليه؟ عشان هو بيلعب الافضل، وطبيعي لما اكون بنافس الافضل لازم بيبقى عندي شد، بيبقى عندي ضغوط، عايز ابان في افضل حالاتي. يعني انت شايف ان الوضع الطبيعي ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتبقى طبيعيه على مر التاريخ يعني؟ لا يعني انا ضد اي تعصب في اي ماتشات، لكن ان انا في الفترات يبقى قوة زايدة من المنافس او زي ما بيتقال كده استعداد مضاعف ده مطلوب. بتبص تلاقي النغمة اللي بتتقال باستمرار، ودي طبعا انا ما بحبذهاش، لان الرياضة اولا نمرة واحد اخلاق. اكيد نمرة واحد اخلاق، وبعدين بتيجي اي حاجة تانية. فلما يبقى انا كنادي اهلي وانا بلاعب من نادي الاسماعيلي، ايه المانع ان احنا يبقى في تنافس شريف؟ وكل مرة يتقال هو النادي الاهلي ليه ما بيلعبش ليه في الاسماعيلية؟ هو النادي الاهلي هو اللي بيقرر. طب النادي الاهلي وارد جدا يتمنى ان يلعب في الاسماعيليه. الاسماعيليه دي ما هي مصر يعني بقى، يعني طب. انا هلعب في الاسماعيليه، مش بنتكلم في دوله ثانيه فعلا. صحيح يعني. فانا كل مره يطلع عضو مجلس اداره يقول لك ايه؟ يقول لك احنا عايزين الاهلي جن. طب الاهلي يتمنى يجي. يمكن امبارح اخرها التصريحات كانت مع هاني حتحوت على زميلنا العزيز، ده كل يوم يعني ده امبارح. ما هو ليه كل يوم كده؟ لان التعصب اللي بينتج عنه عصبيه بقى امر واقع في المنظومه الكرويه من ناحيه، وفي التغطيه الاعلاميه من ناحيه ثانيه. بقى دلوقتي كل الناس بتدور على اي حاجه ممكن ينتج عنها اختلاف في وجهات النظر، اثاره جدل، عشان يبقى في مشاهده. عشان انا امشي في يتقال ان انا يعني نلت النادي الاهلي. يا اخي الامن هو اللي بيقرر اذا الماتش بتاع الاهلي في الاسماعيليه، الامن يقرر الاهلي هيروح بكره، هيروح أكيد النهارده أكيد. هيروح امبارح. فانت على النغمه على طول شغاله. طب وبعدين؟ طب ما الاسماعيلي لو جه هنا لعب في القاهره والاهلي لعب في الاسماعيليه،
الوضع الطبيعي. بس انت ليه بتنفخ في الجير ده؟ وبعدين لابد يبقى فيه نهواندو يا كريم، مفروض يبقى فيه علشان عمليه التعصب دي لازم يبقى فيه وقفه. الوقفه دي اولا لازم تبقى اخلاقيه من كل واحد، من هنا ومن هنا ومن كل حته، الى جانب يبقى فيه حد بيحاسب كمان طبع. التعصب ده بمحاسبة. خلفيته ايه؟ طبعا طبعا. طيب خلينا برضو نذهب شويه فنيا واتكلم عن المنافسه ما بين الاهلي والاسماعيلي حاليا. وانا لما اجي اقول مثلا الوضع الحالي للاسماعيلي، فوارق كبيره جدا، والبعض قد يرى ان المباراه دي فنيا يعني هي في صالح النادي الاهلي بنسبه 95 كمان في المية، لان الاسماعيلي مش في الوضع السليم بتاعه، مش في افضل حالاته، عدم استقرار اداري زي ما بيتقال كده، نفسيا مش افضل شيء، الاستعدادات برده مش افضل شيء. انت بتتكلم عن كابتن ايهاب جلال يعني شهور قليلة جدا، تقريبا شهرين من بداية الموسم، وفترة الإعداد برضو بفترة الإعداد يعني، فلسه اللعيبة متذبذبة، لسه طبعا في قلق، بيحاولوا يهربوا من الهبوط، ففنيات في جاب كبيرة جدا. ولكن اللي أنا عايز أعرفه، بما أن احنا اتكلمنا عن تفاصيل الإسماعيلي، طيب ما هو ده ممكن يكرر تاني، يعني ممكن تجربة كابتن إيهاب جلال تبقى زي التجارب السابقة، ما يبقاش فيه مرتب، اللعيبة كده كده عندها مشاكل أن هم ما بيحصلوش على مستحقاتهم، فكل ده ممكن ينتج في النهاية أن ما يبقاش فيه أصلا فريق إسماعيلي، وتلاقي نفسك ما بتنافسش فرقة أصلا، وممكن النهاردة المباراة مجرياتها تبقى أن أنت مش شايف لعيبة بتلعبك أصلا، يعني قد يحدث. لا، هم عملوا ماتش كويس مع الاتحاد وكسبوا الاتحاد تاني ماتش ليهم من بدايه الموسم، وادوا اداء جيد جدا، وكان في حماس وفي جديه وفي برضو نتيجه ان بقى في استقرار شويه، ان في انتخابات، في رئيس ابتدت يعني رئيس مجلس اداره جه جديد مع مجلس، بنتمنى بلاش التصريحات اللي فيها عنصريه وفيها استفزاز للناس، وخلي يعني بلاش يعني ما تخاطبش جماهير الاسماعيليه، خاطب كل الجماهير اللي موجوده في مصر، ان انت راجل مصري ودي كوره قدم للاستمتاع. دي نقطه. الجانب الفني لا، هم يعني طبعا القيد، عمليه القيد واقفه، لا زالت واقفه، وبرده كل يوم في قضيه تانية للاسف. في حوالي 8 انديه عندهم ايقاف قيد في مصر، تخيلي. فطبعا هو طبعا ايهاب مدرب شاطر من الناحيه النفسيه، يعني بيقرب للعيبه زياده، كويس بيقرب للعيبه زياده شويه، صحيح، وبيدي لهم ثقه. لكن ما يقدرش ان انا اخلي لاعب مستواه الفني 6 من 10 اخليه 9 من 10 في خلال شهرين، صح، بتبقى العمليه صعبه جدا يعني. انما هو ما فيش شك عمليه الاستقرار الاداري، ان في مجلس اداره هيوفر مرتبات اللعيبه، الاجهزه الفنيه هتبقى فيها نوع من الاستقرار بالنسبه لمرتباتهم، لمعسكراتهم، للبسهم. انت عارفه حضرتك عشان تروحي تلعبي ماتش مثلا في الاسماعيليه، رايحه اسكندريه، انت محتاجه كم من الفلوس علشان معسكر، وبعدين الفندق والعربيه ومكافئات الفوز والحاجات دي والحكام والاخره، دي كلها محتاجه مصاريف. اذا النادي ما فيهوش الموارد الماديه، وبعدين الاداره مفروض نمره واحد في شغلها انها توفر الموارد الماديه. طب لو نادي شعبي وليه تاريخ وليه جماهيريه وامكانياته الماديه اصبحت لسبب او لاخر شبه معدومه، نسيبه يموت؟ لا، ما يعني دلوقتي ما في قانون الاستثمار في الرياضه، وهتبص تلاقي النادي الاهلي بيستثمر، بيعمل فروع، بيعمل جذب لبعض رجال الاعمال علشان ياخدوا زي ما تشوف انت الاعلانات اللي موجوده. النادي الاهلي برضو في نادي مستقر اداريا وفنيا، وامكانياته بالزبط. معقوله جدا بالمقارنه بغيره، وعنده الفكر الاستثماري اللي بيعود على النادي وعلى كل الرياضات بعائد يخلينا نحافظ على الصداره اللي احنا متصدرين بيها معظم الرياضات الحقيقه. لكن في انديه تانية اقل حظا بكتير من النادي الاهلي في هذا الاطار. الدوله دورها فين؟ الاتحاد دوره ايه؟ والله ما هي بتبقى العمليه عمليه تجاريه بحته، لكن مثلا الدوري الانجليزي بتبص تلاقي عمليه البث الفضائي الى جانب اتحاد الكوره بيبقى فيه مبالغ معينه بتطلع بتتوزع على الانديه الى جانب البث، طبعا بيبقى بيختلف من نادي لنادي، اكيد طبعا، لان طبعا الشعبيه مع الاعلانات مع الحاجات دي بتبقى في فئات يعني، ليها فئات يعني طبعا. ف برضه بيبقى في دور الدوله، واعتقد ان الدوله قايمه يعني، وزاره الشباب بتدي معونات باستمرار للاتحاد وللاسماعيلي وللانديه الشعبيه. ودايما بنقول دايما مفروض ان احنا الدوري بتاعنا دوري جماهيري مش دوري شركات. دوري الشركات على عيني وعلى راسي، طب حلها ايه؟ قلنا يبقى فيه، لو في نادي شعبي وامكانياته الماديه قليله
فايه المانع ان دوري نادي شركات او دوري يرعاه ويلعب باسمه؟ يعني مثلا سي البنك الاهلي مثلا ما ياخد طنطا، طنطا عنده جمهور، ياخد اسوان، ياخد اي نادي من الانديه الشعبيه، وهو بامكانياته الماديه يبقى بيختلطوا مع بعض. الكلام ده على فكره اللي انا بقوله موجود في الجزائر من 20 سنه عملوه، وبقت الانديه كلها معظمها شعبيه بعد ما كان يعني الفكره دي اتجربت وتنفذت. جربت وتنفذت، لان احنا خدنا قرار خطا جدا انك انت دخلت المؤسسات والشركات في لعبه جماهيريه. فتبص تلاقي حضرتك امبارح بتتفرج على ماتشات المدرج فاضي خالص. طب النادي الاسماعيلي النهارده لما انا يبقى عندي الجمهور مالي الاستاد في كل الماتشات، ده مش ايراد؟ طب لما انا حوالين الاستاد عندي ما يسمح لي ان انا اعمل محلات، ان انا استثمر في الشعار بتاعي، والنادي الاسماعيلي نادي محبوب جماهيريا في كل مصر. فلما انا ممكن انا بحب الاهلي بس برضه بحب الاسماعيلي في نفس الوقت. واحنا نقدر نقول الى اي درجه كابتن عادل يعني رجال الاعمال ورجال التجاره ورجال الصناعه مقصرين؟ المفروض يبقى لهم دور وقول في اللي بيحصل ده. ما هو رجل الاعمال عايز برضه الى جانب حبه وانتمائه للنادي، محتاج برضه ان هو مش هيدفع، يفضل يدفع على طول زي رئيس نادي الاتحاد. يعني الراجل بيصرف من جيبه فترات كبيره جدا ومفيش اي مردود. لا، المفروض ان انا هدفع مره، بس لابد يبقى فيه مسانده من ان انا ابقى الاقي مقابل. فانا هدي لك السنه دي، طب وبعدين هفضل ادي لك على طول؟ لابد النادي ما يعتمدش على رجل اعمال. الرجل اعمال لو هيدي مبلغ، المبلغ ده يتحط في كنوع من استثمار للنادي. انا هديك مليون جنيه، هديك 10 مليون جنيه، ال 10 مليون جنيه بدل ما تاخدهم وتصرفهم، لا حطهم في مشروعات كل سنه تجيب لك ايراد. وكذلك لما بيكون في 5-6 رجال اعمال بيدعموا نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او اي نادي، بيدفعوا المبالغ ديت، بيتحط في مشاريع استثماريه تدي مدخول باستمرار مستمر للنادي اللي هو بيتولاه يعني. طيب هنروح يعني بطولات محليه ونروح لدوري ابطال افريقيا، ونروح ونرجع طبعا للعديد من النقاط، بس هتكلم عن دوري ابطال افريقيا. بعض برضو الناس شايفه ان فرص الاهلي يعني مش هقول الافضل حاجه في ظل طبعا التنافس والفرق كمان المنافسه اللي هي عندها من الطموح كتير وعندها برضو من التطوير في الكره بتاعتها بشكل كبير جدا. خليني اروح بحضرتك برضو للنقطه دي وتحديدا فرص الاهلي في هذه البطوله. كالعادة بإذن الله تعالى فرص النادي الأهلي فرص قوية جدا. هو بس بيبقى لنا ملاحظة صغيرة كده، أنه أنت عارف الاتحاد الأفريقي كان معظم الكفاءات اللي موجودة كفاءات عالية جدا وعندها خبرات في عملية تحديد المباريات وتحديد المواعيد للبطولات بشكل رائع جدا، بحيث أن الأندية ما تندرش. على الأسف الزملاء الموجودين في الاتحاد الأفريقي دلوقتي واللي ماسكين المواضيع ديت خبراتهم قليله، طبعا ما فيش القصد بالاضرار باي نادي وخلافه، لكن بص تلاقي المواعيد متضاربه. يعني تلاقي مثلا ايه النادي الاهلي لما راح كاس عالم للانديه بيلعب وفي بطوله افريقيا بتتلعب، والنادي الاهلي يروح كام لعيب كلهم معظمهم اشبال والقوام الاساسي 9 منه مش موجودين في المنتخب الاولمبي. برضه بتتكرر المره دي، هتبص تلاقي النادي الاهلي في كاس العالم هتبص تلاقي داخل في نفس الميعاد مع بطوله افريقيا. لذلك حتى الماتش بتاع شباب ورزداد هيتاجل لانه جاي في نفس الميعاد بتاع كاس العالم للانديه. فعمليه الخبرات اللي موجوده في الاتحاد بتبقى مش موجوده. ده بينعكس على الاداء الفني للنادي الاهلي. ليه؟ لانك انت هتبص تلاقي بتخرج من بطوله لبطوله ومفيش الراحه الكافيه، لانك انت بتلعب مع سفر. يعني زي سيمبا مثلا هتروح تلعب في تنزانيا وبعدين 4 أيام هيقولك، فعملية شقة جدا. وبعدين تروح داخل الدوري وبعدين تروح رايح تاني تلعب ماتش رايح جاي تاني وهكذا. العملية دي الجانب الفني بتاعها للاسف في الاتحاد الافريقي ما بيرعوش الجانب ده. بس دي حاجه بقى لها معانا يعني كذا موسم، يعني ما خلاص ده بقى عارف كابتن عادل بقى امر واقع. يعني انا بشتكي كل موسم او ببقى داخله الموسم الجاي، انا وكريم نبقى عارفين هنعلق على النقطه دي خلاص. بس يعني للاسف الشديد نتمنى اكيد يكون في اختلاف كبير جدا، ده ضغط كبير كمان على الجماهير يعني بصراحه. ده ما فيهوش عدل. لا ما 100% ما ده ما فيهوش عدل يعني. انا هلاعب الاسماعيلي النهارده تمام، انا لاعب امتى؟ اول امبارح
اول امبارح. اسماعيلي مرتاح بقاله قد ايه؟ لا كتير. طب الامر الواقع ده غير ده في ده مش اول مره يحصل على فكره مع فرقه منافسه. طب هنفضل على طول كده؟ هنفضل غالبا. ده مش قابل شكلها هنفضل الوضع ده اللي بنشتكي منه. لابد يا اخي علشان كده البرامج اتعملت عشان كده عشان نوضح للناس ان ده فيه غلط هنا فيه خطا ان منتخب مصر في يعني النهارده واخد 8 يعني قوام اساسي في منتخب مصر. طب القوام ده لو اللعيبه دي اتصابت منتخب مصر ما يتاثرش في كاس العالم؟ فراح كاس عالم وداخل تصفيات كاس عالم وبعدين داخل بطوله افريقيا ده مش عالم مصر؟ وبعدين كاس عالم انديه مش ده عالم مصر؟ اذا ما كناش نتكلم من خلال البرامج يا اخوانا تكير خدوا بالكم الناس كلها تقف يد واحده. طب احنا كل بنتكلم بقالنا فتره طويله جدا في الموضوع. ما فيش حاجه جماعيه يعني النادي الاهلي بس اللي بيتكلم. طب ليه كل الانديه الاربع انديه اللي شغالين في الكونفدراليه وفي الدوري ليه الاتحاد الكوره ما يبعتش يعني دايما النادي الاهلي هو اللي يبعت؟ طب اتحاد الكوره ليه ما يبعتش؟ يا اخوانا في حاجه غلط هنا لازم نقف. المواعيد ديت مش مظبوطه وبتتكرر فالموضوع ده المفروض ما يتكررش انما بكل المقاييس وكل المقاييس طالما احنا اتحطينا في الزنقه دي ربنا بيبعت لنا بفضل الاداره والمدرب الكفء اللي يقدر يعمل عمليه الشغل الفني بحيث انها تطلع بافضل نتائج بالزبط. باقل اصابات. ما ده بقى اللي بتكلم فيه. لو هتكلم عن دوري ابطال افريقيا تحديدا ايه الفرق اكتر الفرق اللي حضرتك شايف كابتن عادل هيكون فيها تنافسيه شديده او تخاف هقول شويه على النادي الاهلي من مواجهتهم؟ لا انا في النادي الاهلي عمري ما بخاف. ماشي ما بتخافش قلقان؟ لا ولا قلقان. لا بيبقى فيه نوع احترام للمنافس اتعودنا وتربينا في النادي الاهلي. تمام. ايه بقى الفرق دي يعني في النسخة الحالية؟ سيمبا. سيمبا في ملعبه على الرغم من النتائج اللي فاتت دي ما كانتش جيدة وماشي بطريقة مش كويسة بس معاه مدرب كويس. لكن الملعب والضغط الجماهيري اللي احنا بفضل الله متعودين عليه ولاعبتنا متعودين عليه طول الماتشين دول. الماتش التاني طبعا هي هنا بس بعد 4 أيام على طول. فطبعا عملية بتبقى فيها إجهاد قوي جدا. ده القلق بس في الماتش الاولاني. أوكي. غير كده اعتقد ان باذن الله تعالى النادي الاهلي طريقه هيبقى سهل ان شاء الله. تكون نهايات سعيده لصالح النادي الاهلي. احنا كلنا تفائلنا بعد ما شفنا 7 أهداف اللي اتحققوا في ماتشين الذهاب والعوده مع سان جورج. ده ادانا دفعه معنويه كبيره وبطبيعه الحال الجمهور كده كده مستني من الاهلي لقب البطوله فان شاء الله يتحقق باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله. نورتنا كابتن عادل بنشكرك على وجودك معنا جزيل الشكر. بشكرك كالعاده كابتن عادل وجودك يعني بيسعدنا جدا. شكرا ليك. نروح فاصل سريع مع حضراتكم نرجع خليكم معانا. كل حضراتكم من جديد. الحقيقه احنا عندنا في الفقره دي كلام كتير هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا عن البطولات العالميه في الرياضات المختلفه سواء للمنتخبات المصريه او لفرق النادي الاهلي المختلفه. ده الحوار اللي هنفتحه مع ضيفتنا الاستاذه فاطمه التبعي الناقده الرياضيه. صباح الفل عليك يا استاذه فاطمه. صباح الفل ودايما كده ان شاء الله موجودين في البطولات والانجازات للنادي الاهلي. صباح الهنا عليكي وسعداء لان ملف مهم جدا طبعا دلوقتي لان الالعاب الاخرى والعاب الصالات ابتدت كمان يبقى نتائجها مشرفه جدا خليني اقول وعامله رانكينج في وهتكلم تحديدا عن النادي الاهلي فده خلى يبقى فيه انعكاس كمان على الجماهيريه وعلى المتابعه كمان المختلفه للجماهير المصريين في العموم. فنبدا بايه؟ تحبي نبدا برجال السله للاهلي؟ اكيد طبعا. في البدايه طبعا بنبارك لكره اليد قبل ما نتكلم عنها وبعدين نبدا برجال السله يعني طبعاً. رجال السله طبعا شرفنا الموسم كان اكثر من رائع السنه اللي فاتت دي حقيقة. واختتم برابع العالم في كاس العالم للانديه فطبعا نتائج مشرفه جدا. يمكن النهارده عندنا الساعه 8:30 بالليل مباراه هامه جدا امام الفتح السعودي في الدور 16 لبطوله العربيه. المباراه يمكن سهله نسبيا بس هي يعني في الاصعب بعدها عندنا الاصعب بعدها يكون مباراه مع الاتحاد السكندري المنافس التقليدي في مصر لان الاتحاد تاهل مباشره بعد الغاء مباراته النهارده في دور 16 لانه كان هيلاعب فريق خدمات البريج الفلسطيني بس للاسف الفريق اعتذر لان بعض اسر اللاعبين استشهدت في احداث الامس يعني طبعا من عزيهم طبعا ونتمنى لهم يعني تكون اخر الاحزان يا رب ان شاء الله. فبقى هيلاعب الاهلي الاتحاد
صح كده؟ ايوه دايما دايما ماتشات الاهلي ان شاء الله نفوز النهارده، والمباراه النهارده سهله الى حد كبير يعني. البطولة قوية جدا، بيشارك فيها الفرق اللبنانية، الفرق المغربية اللي هي من أقوى فرق على مستوى قارة أفريقيا وقارة آسيا. بس النهاردة عندنا مباراة مع الفتح السعودي، يمكن حتى نتائجنا في الدور الأول إحنا وهم في فرق كبير ما بين النتائج. إحنا الأهلي بيلعب بطريقة متوازنة طول الوقت، يعني مش بيبذل مجهود أزيد من اللازم في الأدوار الأولى عشان نوفر ده للأدوار النهائية. ودي عادة أوجاستي بوش دايما، هو بيمشي بيدير البطولة يعني. بيدير البطولة، ومش بس بيدير المباراة، هو بيدير البطولة كلها من البداية يعني. هو بيدي كل يعني خلينا نقول ماتش اللي هو محتاجه عشان يطلع بالنتيجة المطلوبة. أعتقد ده ذكاء بشكل كبير برضو جدا. تعالي بقى نروح لليد، لأن اليد برضو بتكلمي عن الحمد لله بطولة أفريقيا، فيعني مجهود كان رائع جدا. وخليني أقول كمان يعني لا، في كواليس قبل كمان الفوز بهذه البطوله كتيره جدا، وهنعرض لحضراتكم طبعا صور ورشاش كتيره، بس خليني اروح معاكي للتفاصيل اكتر برضه استاذه فاطمه. يعني يمكن احنا هنقول ان 14 اكتوبر 2022 الاهلي تعاقد مع ديفيس كامر. النهارده احنا بنتكلم يوم 8 اكتوبر 2023، يعني اقل من سنه الاهلي حصل على الدوري كاس مصر، السوبر الافريقي، وتاهلنا لكاس العالم للانديه اللي هيكون الشهر الجاي ان شاء الله، وبطوله افريقيا امبارح. فيعني العلامه الكامله لديفيد ديفيس كامارا ما شاء الله يعني. حسن مدرب الاختيار ممتاز. فعلا زي ما بيطلق عليه يعني. فعلا هو مدرب ممتاز. عندنا فرقه ما شاء الله يعني، التعاقدات الجديده الفرقه جددت دمائها بالكامل تقريبا، عناصر الخبره موجوده، لكن برضو عندنا عناصر تدينا سنين وسنين لقدام، وهم نجوم المنتخبات على المراحل السنيه المختلفه، فده يفرق معانا جدا. ومع الهاندبول المصري تحت كمان، لان الاهلي مفرخه للمنتخبات طبعا. ده من قديم الازل. طبعا مباراه امبارح ما كانتش سهله برضو يعني، او البطوله كلها ما كانتش سهله. الاجواء صعبه جدا يعني، درجه حراره عاليه جدا، بنلعب في افريقيا، وافريقيا ابتدت الخريطه فيها تتغير. يمكن حتى على مستوى المنتخبات، احنا بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كانت بتستضيفها مصر، احنا بلاعبين في النهائي مع الراس الاخضر. يعني خريطة مختلفة تماما عن وأسماء بتتسمع للمرة الأولى. بالضبط يعني، احنا كان المعروف ان المنافسة في كرة اليد ما بين مصر وتونس والجزائر معاهم. بعد كده لا، احنا المرة اللي فاتت شفنا فرق تانية خالص بتطلع وبتصعد، وبقيت الخريطة مش الرباعي المعروف مصر وتونس والجزائر وأنجولا، لا دخلت غينيا، دخلت المغرب، دخلت الرأس الأخضر. المغرب بسم الله ما شاء الله بقى لها فترة داخلة في كل الحاجات. صحيح. بنفس القدر من القوة فعلا. على مستوى الرياضات المختلفة. ده نتيجة إيه في رأيك؟ نتيجة التخطيط. دايما التخطيط والإدارة الصح هي اللي بتأدي إلى النتائج المتميزة، وده اللي حصل في الأهلي. يعني إحنا لما ابتدينا نبص شوية للنشاط الرياضي، نهتم بالتعاقدات، نهتم بأن إحنا نطور من نجدد دماء الفرق، ابتدينا نشوف البطولات. يعني يكفي ان انا اقول ان انا ما بين الاربع لعبات الجماعيه الكبرى الاهلي بطل 3 قدم، سله، يد، وان شاء الله الطايره تعوضنا وتكمل المسيره باذن الله. طيب لو هروح لبرونزيه هنا، وهروح تحديدا زي ما الخبر عندي مباراه البرونزيه في بطوله افريقيا لليد، هنا هتكلم تحديدا سيدات برضو. يعني خلينا نعرف منك برضو معلومات اكتر، والمشوار شكله ايه؟ يمكن السيدات احنا مش عاوزين نظلمهم، سيدات كره اليد عموما سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى جايين من بعيد يعني. احنا قعدنا فتره طويله ما فيش منتخبات، ابتدينا نعمل منتخبات. فريق الاهلي يمكن ناس كتير زعلانه ان هو ما قدرش يحصل على البرونزيه، بس احنا بنفكرهم ان الفريق دوت هو اللي حصل على برونزيه مايو اللي فات في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، وكان اول فريق افريقي بعد ما تاهل قبل النهائي، الدور قبل النهائي في البطوله الحاليه، هو كان اول فريق سيدات مصري تأهل للدور قبل النهائي لبطولتين افريقيتين متتاليتين في المده دي. طب ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ احنا لعبنا في قبل النهائي وصيف البطوله، يمكن احنا امبارح بريميرو دي اوستو اللي هو اول اوستس الانجولي هو اللي توج باللقب بفارق 4 اهداف تقريبا او هدفين بس عن البطل عن بيترو اتليتيكو اللي لعب الاهلي وفي قبل النهائي، وفريق الاهلي كان صامد وكان بطل قدامه، وكانت دي من اقوى مباريات البطوله، وخسرنا فرق 4 بس بصعوبه.
في حين ان احنا بنلعب بترو اتلتيكو الانجولي اللي هو يعني بيبدل هو واول اغسطس الانجولي بيبدلوا البطل والوصيف في البطولات اللي فاتت كلها، باع كبير جدا للفريقين. فان انا اواجه بترو اتلتيكو الانجولي واخرج منه فرق 4 أهداف بس، مجهود كبير جدا على اللاعبات وعلى الجهاز الفني بقياده كابتن محمد عادل زولا اللي هو من افضل المدربين في مصر. فان انا العب بعد كده فريق الكونغو على الميداليه البرونزيه، يمكن اقتراب الامل قوي في مباراه بترو اتلتيكو كان ليه عامل ان برضه اصيبت اللاعبات بالاحباط شويه في المباراه البرونزيه. وحاجه تاني ان المباراه كانت قويه جدا جدا جدا، فبالتالي كان المجهود فيها مبذول زياده، فده اثر على مجهود اللاعبات في المباراه. لكن ده ما يخليناش نزعل منهم او حاجه، احنا قادمين يعني انا في ابطال الكؤوس خدت برونزيه، في ابطال الدوري طلعت مركز رابع، المره الجايه ان شاء الله هكون من الاثنين الاوائل ان شاء الله قدام فريق انجولي. يعني احنا لما شفنا المباراه قدام بترو اتلتيكو المستوى ما كانش بعيد قوي، فرق 4 أهداف قدام فرقه ليها تاريخ وباع طويل جدا ما توقفتش لحظة عن المشاركة في البطولة، في حين ان احنا توقفنا مدة طويلة جدا وسنوات طويلة. لا يعني يبشر بالخير. انا شايفة ان لما تيجي تقارني فعلا يعني مشوار هنا ومشوار هنا، هتلاقي لا الاهلي في حتة برضو، وان كان في تأخر شوية لكن انت برضو في الفترة الاخيرة اللي انت ظهرت فيها بشكل جيد قدرت توصل لبرونزيات في كذا بطولة، فده مش حاجة، مش هقول ما تزعلناش، اكيد نزعل، بس في نفس الوقت لا انت بتزعل بس انت عندك ثقة ان هم يقدروا يعوضوا، لان تاني هم ما حصلوش على الاهتمام او التطوير اللي هم كانوا عايزينه او محتاجينه الفترات اللي فاتت، فهي مسافة صغيرة جدا بس قدرت ان انت تحقق حاجات. يعني فعلا يعني المشاركة في حد ذاتها بتكسب اللاعبات خبرة طبعا، واللاعبات دلوقتي صغيرات السن والفرقة بتتطور، فكوني ان انا اطلع مع احد البطلين الكبار فرق 4 أهداف بس معناه ان انا المرة الجاية ممكن افوز عليه. احنا انت عارفة كلامنا معاكي هيبقى رايح جاي ما بين النادي الاهلي وفرقه المختلفه وبين المنتخبات المختلفه، ودي برضه من ضمن الحاجات اللي عايزينك تطمنين عليها. احنا بنقرب كل يوم والتاني اكتر واكتر من الاولمبياد الدوره الاولمبيه في باريس 2024. حتى هذه اللحظه وفي ضوء الفرق والافراد اللي تاهلوا بالفعل، شايفة الصورة ايه؟ متوقعة ايه للبعثة المصرية في النسخة دي من المونديال؟ يعني احنا طبعا لسه ما فيش مش كل الالعاب اتأهلت، لكن عندنا لاعبين في التصنيف بتاعهم ان شاء الله على بال يحافظوا عليه لحين التأهل ويكونوا متأهلين. عندنا حتى الان 47 مقعد حجزناهم، اخرهم كان الفجر النهارده منتخب الكره الطايره اللي فرحنا كلنا رغم الهزيمه من فنلندا، الا انه استطاع حصل على شوطين ليتفوق على المنتخب التونسي ويتصدر القاره الافريقيه ويتأهل رسميا للاولمبياد. طبعا كلنا سعداء بيه، الاداء كان اكثر من رائع وهنسعد اكتر لو قطع شوط اكيد، لان احنا تأهلنا للاولمبياد التأهل السادس للخمس مرات اللي فاتوا، احنا لعبنا 20 مباراه في الاولمبياد فزنا مره واحده بس في 2016 في ريو، وهزمنا 19 مباراه، عاوزين المره دي ان شاء الله نحقق نتائج جيده في الاولمبياد كمان. هي اي نتائج هتبقى اجود من دي كده برضو يعني بالمقارنه اي نتيجه هتتحقق هتبقى ارحم من اللي حضرتك اتكلمتي عنه ده. ايوه ففعلا هم يعني حققوا. هو على فكره الفوز في حد ذاته على تونس في البطوله ده بحد ذاته انتصار وتحقيق لوحده، يمكن اهم من الاولمبياد عند الاتحاد المصري حتى، لان كان في حاجز نفسي كبير لمنتخبنا الوطني امام المنتخب التونسي. الجيل ده من المنتخب التونسي تفوق على منتخبنا كتير، فكانوا اللاعبين عندهم حاجز نفسي كبير قبل مباراة تونس، بيبقى فيه توتر وقلق وحاجات كتير، فالفوز على تونس المرة دي هو اللي فرق. الفوز على اليابان في عقر دارها ده فرق جدا. مفيش كواليس برضو استاذه فاطمه الفوز ده، لان ناس كتير كانت يعني غير متوقعه تماما بصراحه. احنا لاعبينا كانوا رايحين البطوله وعاوزين يحققوا الانجاز، عايزين يتاهلوا للاولمبياد، كان في اصرار وعزيمه كبيره جدا من كل اللاعبين. يمكن في الفتره اللي فاتت الكره الطايره ما كانتش بتتفوق بصوره كبيره، بدانا من كام شهر لا نرجع تاني وناخد مكاننا تاني البطوله العربيه بعد كده تصفيات، فكان اللعيبه عاوزين ان هم ياخدوا البطوله، كان في حماس، كان في اصرار، كان في عزيمه للتاهل. فزنا على اليابان،
الفوز ده يعني دعمنا نفسيا جدا طبعاً في مباراه تونس. مش متوقع حتى النهارده احنا بعد ما خسرنا الشوط الاولاني فزنا بالتاني والتالت، لان كان في اصرار احنا كان لازم النهارده نفوز شوطين عشان نتاهل رسميا للاولمبياد، فكان عندهم اصرار كبير جدا النهارده على انهم يفوزوا الشوطين، لدرجه ان بعد كده حسينا ان الدنيا ريحت بقى فخلاص خسروا الشوطين التانيين، انا خلاص اتاهلت فمش مشكله بقى المباراه في حد ذاتها. شايفه ان في ميداليات معينه في الرياضات بعينها محسومه للمصريين؟ اكيد طبعا في الاولمبياد ما فيش حاجه محسومه، لكن احنا نتوقع الخماسي الحديث نتوقع الخماسي الحديث طبعا عندنا مهند شعبان، احمد الجندي، ملك اسماعيل، من ابرز اللاعبين على مستوى العالم هم الثلاثه المتاهلين حتى الان، ومن ابرز اللاعبين على مستوى العالم، يعني نتوقع على الاقل ان يكون في ميداليه للخماسي الحديث ان لم يكن اكثر يعني في البطوله ان شاء الله. يمكن السلاح لسه ما فيش تاهيل رسمي بس التصنيف كويس جدا ولو حافظنا عليه نتاهل، فالسلاح برضو لو توقعنا نتوقع ان هو يقدر يستطيع المنافسه على ميداليه. الرمايه عندنا عزمي محلبه يستطيع المنافسه على ميداليه، الرمايه يمكن بنبارك لهم على تاهل 6 لاعبين، هو عزمي محلبه هو كان اول المتاهلين لاولمبياد بدريس على الاطلاق من بطوله العالم، وكمان اخذ ذهبيه بطوله افريقيا اللي بتقام حاليا في العاصمه الاداريه الجديده. عندنا كمان محمد حمدي، عمر هشام، ريماس خليل، هاله الجوهري، اميره ابو شقه، ودي نائبه في مجلس الشعب وفي نفس الوقت بطله رمايه وبتتاهل للاولمبياد، يعني فخر لمصر طبعا. بس النسب في الرمايه اقوى من السلاح يعني بشكل كبير، يعني بالنسبة للسكيت ممكن، لكن ده الأكثر اللي هو عزمي محلبة، الباقي لا يعني كفرصته أكبر. أنت بتشوفيها فرصته أكبر في المنافسة على الميدالية، لأنه هو أوريدي بياخد ميداليات في بطولات العالم بصورة مستمرة. هو ليه دايما في مشاركات مصر في أي نسخة من نسخ يعني الدورات الأولمبية بتحسي إن نسبة تحقيق الميداليات بتبقى متحققة أكثر في الحالات الفردية في الرياضات الفردية أكثر من الرياضات الجماعية؟ لان احنا عندنا الرياضات الفرديه ابرز بكتير من الرياضات الجماعيه، يمكن حتى على مستوى نتائج احنا ما بنسمعش ان في فرقه بتاع لينا خدت بطوله عالم جماعيه الا كل كام سنه، انما احنا كل شهر عندنا بطل عالم في لعبه فرديه صحيح، مش بصوره مستمره. اللاعبين يمكن عشان الاحساس عندهم بيبقى ان هم مش موجودين على الساحه اكتر، بيبقوا عاوزين يثبتوا نفسهم اكتر، بيبقى عندهم حماس زياده ان هم يقولوا للناس لا احنا هنا احنا موجودين، الالعاب دي هي اللي بتحقق والالعاب دي تستحق ان هي يتم الاهتمام بيها زي الكوره يعني، او على قدر بسيط من الكوره يعني. يمكن ضايقنا جدا من بطلنا عبد اللطيف منيع في المصارعه، حصل على برونزيه بطوله العالم تاهل للاولمبياد، يعني ما بيصرفش عليه ربع اللي بيصرف على لعيب كوره واحد. بصي الملف ده لو دوسنا عليه دلوقتي مش هنخلص، لان ملف اعتقد ما فيش حد بيسمعه غير لما بيتضايق شخصيا، حتى لو هو ما يعرفش البطل ده تماما ولا معني بملف الرياضه ولا الاعلام، بس هو لما يسمع ان بطل مصري بيعاني بهذا الشكل هو فعلا بطل بمعنى الكلمه، لا هي حاجه تحزن يعني. بس يعني بصي انا اتمنى يكون في حل، لان احنا فتحنا الملف ده كتير، ويمكن تابعنا كمان يعني الحديث اللي كان داير ما بين سياده الرئيس ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان في امل يعني من الكلام تدي ان في امل، وتم رفع المكافئات بالفعل بالزبط. بس برضه يعني هي بمبالغ ضئيله جدا، انا مش عارفين النسب لحد دلوقتي، بس يعني مش اللي اتقال ان الميداليه الذهبيه الاولمبيه هتبقى يعني قيمه مكافئتها 2 مليون ما هو في ضرائب وفي حاجات ثانيه بتخلص 2 مليون صفصة 100,000 يعني على سبيل المثال على بال ما توصل لك يعني على سبيل المثال الراتب حتى بيبقى كان 1800 جنيه ارتفع بعد كلام الرئيس ل 4,000 بس هيتخصم منهم ضرايب الربع فهيوصلوا. انا شايفه ان احنا نطلع فاصل عشان الملف ده، انا شايف ان احنا نقفل الحلقه برمتها. صحيح، ايه رايك بقى نفنش على كده؟ وبارك الله في بلدنا، نورتينا وشرفتينا، بنشكرك على وجودك معانا. انا سعيده جدا بوجودي معاكم، بهني برضو منتخب الصم بالمركز الرابع في بطوله العالم. صحيح احنا حصلنا على الفضيه السنه اللي فاتت، لكن المره دي كانت كل 48 ساعه مباراه، والمباريات كانت قويه جدا، فشرفتونا برضو واكيد سعداء بيكم. شرفونا وكالعادة بيشرفونا في كل كمان يعني خليني أقول منافسة دولية، وبيرفعوا اسم مصر بنسب أعلى كتير كمان من أبطالنا الآخرين. شكرك أستاذة فاطمة، شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهاردة، أنا وكريم نشوفكم بكرة إن شاء الله.